بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. مبروك الفوز النهاردة على المحلة، فوز مهم ومواجهة صعبة. أهلي الانتصارات، أهلي القمة، عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره، دايما بيفرحني الحقيقة. النهاردة الحمد لله والشكر لله حقق النادي الأهلي العلامة الكاملة بره أرضه، مش فوز فقط، لا ده اداء الحقيقه كمان رائع جدا، خصوصا في الشوط الاول، بيؤكد ان معاك مدرب شاطر وفاهم. دلوقتي نقدر نقول هذا الكلام من جوه قلبنا، يعني نقدر نقول هذا الكلام من منطلق اللي احنا بنشوفه. لو تفتكروا حضراتكم في المباراتين السابقتين امام المقاولين العرب وامام طلائع الجيش، قلت لحضراتكم مش عايزين استعجال، لازم المباراتين الاولانيين يبقوا بهذا الشكل وبهذا المنظر، انتظروا ما هو قادم. لما قلت لحضراتكم كده في البعض طلع قال لي اسلام انت يعني بتقول كلام ما بتطبل، لا الحقيقه انا ما بطبلش، ولكن دايما اللي بيعرف في كره القدم ومتعلم كره قدم وبيقرا في كره القدم هيعرف ان دايما الماتشين اللي بعد الراحه الطويله بيبقوا كده، خصوصا الماتش الثاني كمان مش الاولاني، الثاني من بقى ابتداء من المباراة الثالثة لغاية ما هو قادم إن شاء الله، طبعا إلا إذا حصلت ظروف أخرى، إن شاء الله تسير بنفس الشكل وبنفس المعدل اللي احنا شايفينه ده، قد تقل شوية تزيد شوية الأمور حسب المباراة وعلى حسب الملعب وعلى حسب الفرقة اللي بتلعبها، حاجات كتيرة جدا. فكده نقدر نقول إن المدير الفني اللي معانا هو رجل فاهم، بيدرس المنافس صح وبيلعبه بالطريقة اللي هو شايفها صح، رغم الغيابات اللي موجودة في النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي بيبدع وبيلعب كرة جميلة جدا، مفيش تشتيت، نقل كرة من ورا، بتلاقي من أول محمد الشناوي لغاية اللاعبين، والشناوي النهاردة أنا هتكلم عنه لوحده، بتلاقي الكرة بتتلعب من ورا بتطلع لقدام صح، في تحرك كبير جدا بدون كرة، اللاعب اللي معاه الكرة دايما بيكون عنده أكتر من اختيار. المثلثات في كرة القدم هي الأساس في كل شيء، مثلثات. لما انا كلاعب انا بلعب معايا الخط مثلا واللي جنبي او اللي قدامي ومعايا المثلث الثالث اللي جاي من نص الملعب، فنلعب احنا الثلاثه فهلاقي حل قدامي وحل ناحيه الشمال، هو ده اللي بيعمله النادي الاهلي. شفنا النهارده المقاتل الحقيقه اكرم توفيق، اللي انا بقول له اهدى شويه يا اكرم، نتيجه 2-0 والمباراه في الدقيقه 85، انا عارف ان دي هي طريقه لعب، ولكن احنا عايزينك معانا على طول، مش عايزينك تاخد انذار لا قدر الله، انت بتلعب بطريقه هايله ورائعه، ولكن مش عايزينك تاخد انذار، مش عايزينك نفقدك ماتشين ثلاثه لا قدر الله، اصابه شد بتاع حزم حاجه من هذا القبيل، احنا لا عايزينك تهدى شويه، خصوصا حط الخبره في دماغك ان انت كسبان 2-0 والدقيقه 85 وكره على الخط بعيد عن الملعب. اكرم دي طريقه لعبه، لكن في بعض الخبرات اللي بتتاح للواحد تخليه ان هو لازم يهدى شويه، يهدى. انا كلنا متاكدين ان دي طريقه لعبك، وانا عارف ان انت رجل بتقاتل وعاشق لفنله النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي. للجمهور النهارده احنا عاملين فقره كامله لجمهور النادي الاهلي والحلاوه اللي شفناها النهارده، هتكلم عنها في وقتها. لكن فاكرم لازم في الدقيقه 85 في كرة على الخط دخل خد الكرة من قدام اللاعب ودخل، وكان هو نفسه هيتعور، انا خايف على اكرم اللي هو اللي يتعور بصراحة، يعني ليه؟ لان احنا محتاجين ان اكرم يكون معانا زي ما محتاجين ان كل اللاعبين يكونوا معانا. فاكرم من اللعيبة اللي بتغير، صعب قوي ان انت تخترق هذه الجبهة لما يكون اكرم توفيق متواجد، خصوصا بقى بيعمل هجمة بيرجع يدافع اختراقات هو وكريم فؤاد، الحقيقة الجبهة مولعة الدنيا. على الجانب الآخر سافيو واللي بيعمله واللمسات الكويسة الحقيقة اللي بيعملها، الهدف اللي جابه يمكن في الشوط الثاني مستواه نزل شوية، لكن ده طبيعي جدا لأنه الشوط الأولاني بذلنا مجهود كبير جدا جدا جدا. ولكن وأنا بتكلم برضو عن أكرم عايز أقول له بص على علي معلول، هات لي الجون الاولاني يا سمير لو سمحت، بص علي معلول عمل ايه. علي معلول رجل كان بيلعب بطل العالم، رجع تاني يوم على القاهره اتمرن قال لهم انا عايز العب،
في بعض اللاعبين اللي جايين من كاس العالم ما تعرفش هم فين او واخدين راح ما اعرفش مين يعني فين ما تفهمش، لكن حاجه ما تخصناش. لكن انا اقصد ان علي معلول رجع قال لهم انا عايز العب مع انه لسه لاعب الماتش من يومين ثلاثه. بص الاوفر ده جماعه، بصوا حضراتكم لكل جمهور النادي الاهلي، الاوفر ده يدرس. الاوفر اللي حضراتكم شايفينه ده يدرس. ليه؟ لانه واقف وباصص ورافع لبيرسي تاو مش لحد تاني، وبيرسي جاي من ورا. بص حضرتك عمل الكوره، شايف بيرسي تاو خد الخطوتين عملها 10 على 10 على، يعني انا اعتقد ان انا ممكن تسالوني في هذا الامر لان الاوفر ده عالمي. اوفر بجون، ما يعني الراجل جايب وشه لقى الكره قدامه حطها بشماله جون، حاجه كده في منتهى الجمال والروعه. بص الاكرم، بص على علي، هو علي عمل ايه من هنا؟ الكره جات له حطها خطوتين قدام، بص شاف وهو جاي والكره جايه، بص اللي فوق لقى بيرسي تاو عمل الكره قدام خطوتين، عمل الاوفر بشماله هدف. يعني الراجل ما تعبش، ما عملش حاجه، زي الاوفر بتاع الانتاج لو تفتكروا من سنتين من نفس الكره كده اللي عمله لبواليا، وكانت النتيجه 2-2 واصبحت 3-2. فرجع الراجل من كاس العالم على طول لعب، لعب اساسي. من كام يوم كان بيلعب مباراه تاريخيه مع بلده، مع منتخب بلده امام فرنسا. النهارده برضو المالي الحقيقه اليو ديانج بيواصل الابداع، حصل على جائزه رجل المباراه. طبعا ديانج بيقدم مستويات رائعه الحقيقه مع النادي الاهلي. النهارده دايما احنا بنبص للايجابيات حتى لو المباراه وحشه. النهارده المباراه حلوه جدا في كل شيء، الشوط الثاني اقل شويه، ولكن المباراه بشكل عام انت عامل مباراه رائعه جدا. لكن دايما احنا بنبص على الايجابيات اللي موجوده حتى لو احنا عاملين مباراه وحشه. فشوف حضرتك النهارده معظم لاعبي الفرقه بيهدفوا، كلهم تقريبا معظم اللعيبه شاركت خلال الخمس اربع خمس مباريات اللي فاتوا، شاركوا بشكل جماعي بشكل دائم. تقدر هو ديانج هو رجل المباراه، تقدر تجهز كل اللعيبه لا قدر الله لو حد حصل له حاجه. يعني انت النهارده محمود متولي مش موجود، ياسر ومحمد عبد المنعم الاثنين موجودين، اكرم لو مش موجود تلاقي محمد هاني، اصابه طاهر محمد طاهر، لقيت عندك بدايل جاهزه زي احمد عبد القادر اللي عمل النهارده واحده من افضل المباريات اللي عملها. حمدي فتحي مش موجود، سوليا وديانج موجودين، حسين الشحات النهارده نزل هتحس ان هو فايق وعايز يعمل حاجه. وبيرسي تاو وكل اللاعبين الحقيقه. الكل دلوقتي رهن اشاره مارسيل كولر وهو الاهم بالنسبه لنا. فبالتالي حاجه جميله جدا وحاجه رائعه جدا. الحاجه الاحلى والاجمل والاروع واللي تستحق كل تحية وكل تقدير، ويعني دايما بنسقف لكل الجمهور اللي بيعمل الكلام الحلو والرائع اللي احنا بنشوفه، جمهور الأهلي اللي بيلف خلف الفريق في كل الملاعب سقفة كبيرة جدا 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 لكل جمهور النادي الأهلي، للتمانين تسعين مليون أهلاوي، للتمانين تسعين مليون اهلاوي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه اللي كانوا موجودين النهارده اللي حضرتك شايفهم دول في الصوره، ايه الجمال والحلاوه والروعه والعظمه والمسانده والحماسه. سمعنا يا سمير، سمع الحماس اللي بجد بالمناسبه، سمعنا يا سمير لو سمحت، سمعنا. العظيم ثلاثة جسمي أشعر وأنا قاعد بتفرج على المباراة، جسمي أشعر ونفسي كنت أروح المحلة وألبس شورت وتيشيرت وألعب. لو كنت قادر على هذا كنت عملت كده. لكن إيه الجمال والحلاوة والعظمة والحماس الحقيقي مش الحماس الفيك؟ لازم نفرق. وهو ده الجمهور اللي كان بيتكلم عليه كريم سعيد امبارح، الجمهور اللي يعرف امتى يحمس. ممكن تغني طول المباراه ولكن امتى تحمس فريقك؟ هو ده جمهور النادي الاهلي اللي حضراتكم شايفينه ده.
انا النهارده بعد المباراه كلمت اللعيبه، معظم اللاعبين يعني، وانا بتكلم معاهم قالوا لي يا كابتن احنا واحنا في الملعب مش حاسين بحاجه غير جمهورنا وهو بيدبدب ورانا، حاجه حلوه جدا. في الثالثه شمال بنهز جبال، هو ده الجمهور الرائع الحقيقي. خد بالك الجمهور كان بيشجع وعنده حماس كبير جدا جدا جدا. معرفش بقى هنقول حماس ولا هنقول شغب، عموما هو الحماس اللي كان موجود الحمد لله ربنا كرم وما كسرناش اي حاجه ولا كرسي ولا شغب ولا، عشان تقول لي اصل الكتالوج اللي احنا حاطينه للحماس غير الكتالوج اللي احنا حاطينه للشغب. النهارده هو معلش تاني يا سمير بعد اذنك، الجمهور النهارده هو الملك، هو مش النهارده بس، هو دائما جمهور النادي الاهلي هو الملك، ولكن النهارده والجمهور موجود، هو ده مش حماس ولا مش حماس؟ اللي حضراتكم شايفينه ده حماس يا حاج عامر، هو ده حماس ولا مش حماس؟ حماس باحترام وانضباط والتزام وكل شيء. هو ده الحماس اللي انا عارفه، اللي انا كاهلاوي عارفه، لو انا في الملعب بقى انا ما اعرفوش يا حاج عامر. الباقي انا ما اعرفوش، لكن هو ده الحماس، هو ده الجمهور اللي بيحمس لعيبته. هو ده الجمهور اللي يعني هو ما فيش حاجة اتكسرت، ما فيش حاجة اتاخدت واترمت، ما فيش حاجة اتعمل، ما شفناش الكلام ده ليه؟ الشغب شغب يا فندم. الشغب شغب. والحماس حماس، اتعلموا اتفرجوا اتفضلوا شوفوا، أو حضرتك تقول لي الكتالوج. إذا كنت عايز بقى حضرتك الكتالوج اتفرج على جمهور الأهلي. لا لا هات لي الأهلي تاني، هات لي الجمهور تاني، هات يا عم الجمهور تاني. لو حضرتك عايز الحماس وعايز الكتالوج بتاع الحماس حاج عامر يا رابطة أندية، لو عايزين الكتالوج بتاع الحماس اتفضلوا خدوا الكتالوج من جمهور الأهلي وعمموه على ال 17 نادي، لأنه اللي حضراتكم شايفينه ده ولا فيه تكسير ولا، بص حضرتك الناس شايلة بعض وخلاص، الناس شايلة، الناس حضنة بعض اهو زي ما حضرتك شايف، واقفين بيسقفوا وبيشجعوا ناديهم الاهلي 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 وخلاص، ولا بيكسر ولا التكسير يا فندم. يعني تكسير، التكسير يعني شغب، التكسير يعني عقوبات عشان تقدر تسيطر على عدد الجمهور اللي انت عايز تدخله. اهو اتفضل جمهور، هو في احلى من كده حماس؟ في احلى من كده تشجيع؟ شكرا يا جمهور النادي الاهلي ان انتوا النهارده رديتوا عليا ووريتوني الكتالوج اللي انا بمشي بيه. محدش تاني رد عليا، انا اللي اترد عليا من جمهور الاهلي، وراني الكتالوج عشان امشي انا كمان بيه. او اقوله. انا يعني مش هقدر اروح دلوقتي اقعد اشجع زي الشباب دول. لكن هو ده كتالوج الحماس. ده كتالوج الحماس. ولا تكسير ولا بتاع، هو الشغب شغب يا فندم والحماس حماس، مهما قلتوا ومهما بررتوا عمركم ما هتخلونا نطلع بره يقنا يعني ايه كلمه حماس، يعني ايه كلمه حماس. عموما على الرغم من الحمله الشرسه اللي كانت معموله على النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، وإن الكل كان بيجمع وبيحل المشاكل عشان خاطر الفرق اللي بتلعب ضد النادي الأهلي، لكن في النهاية النادي الأهلي لم يركز في أي شيء، ركز في شيء واحد فقط، ملعب. الملعب. وأيضا من ضمن الحملات اللي كانت معمولة حملات على الحكام، لكن هي الحقيقة ما هزتش أي حد. يعني برضو معلش، وانا برضه هنا انا اسف جدا هتكلم عن، لانه انا الحقيقه كرجل مشجع اهلاوي كل اللي يهمني ان انا اكسب، ويهمني في نفس الوقت العداله التحكيميه، لان انا طول ما في عداله تحكيميه طول ما انا بكسب. طول ما في عداله تحكيميه، عداله تحكيميه طول ما انا بكسب. طيب
يعني هل ينفع نأجل الموضوع ده شوية يا شباب ولا إيه؟ يعني أنا مش فاهم، أنا بتكلم في حاجة و... طيب خلينا قبل ما نكمل كلامنا عن أو اللي حصل النهاردة في الفار، لأنه النهاردة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم في قصة الفار وما يحدث في الفار. هتكلم معاكم، ولكن خلونا نروح برضو نستحضر أجواء المونديال. النهاردة لأول مرة منذ فترة طويلة جدا ما عندناش مونديال، ما عندناش مباريات في المونديال، ولكن خلينا برضو نعرف إيه اللي بيحصل هناك، ومن خلال أو عبر زوم الحقيقة من الدوحة زهير أوسعدي رئيس تحرير مجلة أونز مونديال الفرنسية. أهلا بك يا أستاذ زهير. وبالمناسبة طبعا مجلة أونز مونديال واحدة من أقدم وأهم المطبوعات العالمية في كرة القدم، وأعرق وأشهر أيضا المطبوعات العالمية في كرة القدم. أستاذ زهير أهلا بيك، أهلا، منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بما أنك في الدوحة هنبدأ مباشرة من المفاجأة المغربية امبارح وصعود المغرب لربع نهائي كأس العالم، لأنه الحقيقة على حساب منتخب كبير ومرشح لهذه البطولة هو المنتخب الأسباني. وبما أننا كلنا الحقيقة كمصريين امبارح 120 مليون مصري كان بيساند منتخبنا المغربي، فكلنا الحقيقة نفسنا نعرف أصداء هذه المفاجأة سواء في الدوحة أو في تغطية أونز مونديال. بالفعل نحن كعرب نحن فخورين فعلا بتواجدنا وبهذا الفوز العظيم في كل العالم العربي. هذا فوز يدعو للفخر. أنا فرنسي جزائري، ولكن أنا فخور فعلا بكوني عربي. هم لعبوا بقوة، لعبوا بأداء رائع، هم هزموا المنتخب البلجيكي أيضا ما كان مرشح للفوز باللقب. لعبوا مباراة قوية أمام كرواتيا الذي لعب في المباراة النهائية في كأس العام الماضي، والأمام إسبانيا الآن يتعادلوا تعادل سلبي ثم يفوزون بهذا الفوز. هم لاعبون فعلا على بجودة عالية، أدوا أداء يدعو للفخر. طيب هل حضرتك كنت تتوقع هذه المفاجأة المغربية بالوصول إلى دور الثمانية ويصبح من الثمانية الكبار في العالم؟ بصراحة نعم طبعا، لأن الفريق المغربي بالنسبة لي هو أفضل فريق في إفريقيا، هو يمتلك أفضل حارس مرمى بياسين بونو، هو أفضل حارس مرمى من وجهة نظري. الدفاع أشرف حكيمي المدافع الرائع، نصير مزراوي، هم لاعبون على قدر عالي ورائع من الأداء. إذن هم لديهم إحدى أفضل الثنائيين موجودين في العالم في الدفاع. رومان سايس لاعب بطل بمعنى الكلمة، رومان سايس في إفريقيا على المستوى الدفاعي أنا أرى أنه ويوجد مرابط، ملاح، حكيم زياش، بوفال ونصيري، كلهم لاعبون مميزين فعلا. ولكن أعتقد أن هي مفاجأة للناس الذين لا يتابعون المنتخب المغربي، ولكن ما يتابع اللاعبون المنتخب المغربي لم تكن بالنسبة لهم مفاجأة. وأيضا المدرب وليد الركاكي هو يستحق هذا النجاح. طيب المنتخب المغربي سيواجه المنتخب البرتغالي في واحدة من أفضل النسخ للمنتخب البرتغالي، خصوصا لما بيكون بيلعب بدون رونالدو. المباراة السابقة كانت مختلفة عن بقية المباريات اللي قبل كده بالنسبة للمنتخب البرتغالي. كلنا بنحب رونالدو، ولكن هذه هي الحقيقة، إن المباراة السابقة مختلفة تماما عن بقية المباريات. هل تفتكر إن المنتخب المغربي يستطيع أن يقف أمام المنتخب البرتغالي بدون رونالدو؟ ما أعتقد أن البرتغال لن تذهب بمباراة سهلة فيها، ستكون مباراة صعبة بالفعل. المنتخب المغربي يمتلك دفاع قوي كما قلنا، يستطيع أن يقفل كل المساحات أمام البرتغال.
حتى مع إمكانيات لاعبي البرتغال، ولكن أعتقد أن ستكون مباراة مغلقة من وجهة نظري الشخصية، لأن أيضا المنتخب المغربي يمتلك أحد أفضل المهاجمين، وأعتقد ولكن ما يؤثر على المنتخب المغربي هو أنهم فعلا فعلا تعبين ومجهدين بعد المباراة الطويلة على المستوى البدني، ولكن هذا هو المستوى الذهني لابد من إعطاء أفضل شيء أفضل ما لديك. طبعا ايضا خلي بال حضرتك ان المواجهه ما بين وليد الركراكي وطريقه لعب وليد الركراكي وسانتوس، سانتوس في مثل او في بعض المباريات او معظم المباريات بيلعب تقريبا بنفس الشكل اللي بيلعب بيه وليد الركراكي، اللي هو بيقفل بشكل جيد جدا في وسط الملعب ويلعب على الهجمات المرتده. هل هنشوف تغير في شكل الخطه سواء بالنسبه لسانتوس او بالنسبه لوليد؟ أعتقد أن المغرب في نصف النهائي لماذا يغيرون الخطة؟ أعتقد أنهم لابد من الحفاظ على نفس الطريقة. هم لديهم الإمكانيات ما تجعلهم مؤهلين للفوز ومؤهلين لأداء مباراة رائعة، مثل يوجد ديشو مدرب منتخب فرنسا على سبيل المثال، في بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد ولكن يبقى في الدفاع ويستطيع اللعب بالهجمات المرتدة ويفوز أيضا، ولكن المنتخب الفرنسي لديه تنظيم رائع ولهذا يفعل هذا. أردت أن أقول فقط مثال. طيب توقعاتك للمربع الذهبي في كأس العالم؟ عذرا لم اسمع السؤال. السؤال ان هو هل من سيكون اطراف نصف النهائي؟ توقعاتك للمربع الذهبي في كاس العالم. اعتقد ان هذا شيء معقد ان اقول، شيء صعب بصراحه. اتمنى ان المغرب تصل، كما اني عربي مسلم ولهذا اتمنى وجود تواجد المغرب في المربع الذهبي، ولكن هو صعب، ولكن هو حتى افريقيا تتمنى وكل العالم العربي في كل مكان يتمنى صعود المغرب للمربع الذهبي، ولكن اعتقد ان منتخب فرنسا سيكون متواجد، هو اقوى فريق من وجهه نظري في العالم، لديهم كيليان امبابي، لديهم ديدي ديشو المدرب العظيم، ولاعبون رائعون، مدرب هو فاز بكاس العالم. البرازيل ايضا بما لها من قوه هجوميه كبيره جدا ووسط ملعب، الحقيقه كاسيميرو عامل بطوله رائعه الحقيقه، ايضا لهم حظ كبير جدا. الارجنتين مع ميسي هي اعتقد ان هي بطوله الرجل الواحد، يعني لو تتذكر بطوله 86 كان مارادونا ولكن الارجنتين خدتها في 86، هل من الممكن ان نرى ميسي يقود الارجنتين للفوز بهذه البطوله؟ إذا أردت أن أجاوب على هذا السؤال، بالنسبة للبرازيل أنا متفق تماما مع حضرتك، البرازيل قوي جدا وبالأخص نيمار عندما يكون في أفضل حالاته فعلا يكون مختلفين، عندما تلعب البرازيل بدون نيمار يكون مستواهم فعلا متوسط، ولكن عندما يلعب نيمار نرى أداء رائع من البرازيل فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط، حضرتك وضحت كازيميرو، هو فعلا كازيميرو اللاعب الذي يصنع الفارق، هو ونيمار هما بالنسبه لي هما الافضل. وبالنسبه للمنتخب الارجنتيني نعم اعتقد ان ميسي هو فقط ميسي، ما اذا اراد ان يستطيع ان يصنع الفارق كما حضرتك كما قلت في كاس عالم 86 مع مارادونا، هو فعلا ما فعل هذا، ولكن بالنسبه لي اعتقد صعب جدا ان الارجنتين ان تفوز. رونالدو مستقبله، هل من الممكن ان يلعب رونالدو في الدوري الفرنسي؟ يفكر في العوده للبرتغال، النصر السعودي، هل هذا العرض حقيقي؟ اعتقد بالنسبه للدوري الفرنسي لا اعتقد ان رونالدو سيذهب الى الدوري الفرنسي، لا ارى ان بي جي لن تضم باريس سان جيرمان، لن تضم لديهم ميسي ومبابي، لن يضم كريستيانو رونالدو، ولكن في فريق اخر كبير في فرنسا لا اعتقد من الممكن في البرتغال ان يضم رونالدو،
ولكن الأقرب هو السعودية. أعتقد أن السعودية هي الأقرب لضم رونالدو، لأنهم سيعطوه مرتب كبير جدا، مرتب هائل هو ما ممكن أن يذهب إليه، ولكن هي فرصة جيدة على المستوى المادي من وجهة نظري. طيب أبرز مفاجأة في كأس العالم من وجهة نظرك، هل هي مثلا فوز السعودية على الأرجنتين، فوز تونس على فرنسا، أي هذه، فوز الكاميرون على البرازيل؟ مفاجآت كثيرة جدا ولكن لم تكتمل. أي نعم، ولكن هي بالفعل المباراة الواحدة مفاجأة. أعتقد السعودية كانت المفاجأة الأكبر بالنسبة لي. السعودية كانت أول مباراة في كأس العالم، كانت مباراة أمام الأرجنتين، وهم لعبوا مباراة فعلا رائعة. نعم. لاعبون كبير فعلا ومدرب رائع فيرينار، بالنسبة لي هي المفاجأة الفعلية، لأن البرازيل والكاميرون كانت الموضوع منتهي، والبرازيل كانت صعدت من دوري المجموعات، ولكن هي السعودية ما فعلت المفاجأة التي تستحق أن نكون فخورين بها لنا كعالم عربي بالكامل. فعلا هم أدوا أفضل ما عليهم. أخيرا أستاذ زهير، التنظيم لكأس العالم في قطر، أو كيف ترى كأس العالم منذ بدايته وحتى الآن؟ فعلا رائع. أنا أفضل كأس عالم من وجهة نظري في التاريخ. منافسة صعبة، ولكن أنا ذهبت إلى العديد من البطولات، لم أرى مثل هذا التنظيم من قبل. هو فعلا تنظيم لم يسبق أن يحدث في العالم. القطريين شعب ترحاب بشكل رائع، كل شيء هم يساعدون بطريقة واضحة، لا يوجد عنف، لا يوجد طريقة سيئة في المعاملة. فعلا فعلا كل على سبيل المواصلات، كل شيء رائع، كل وسائل الراحة التي تجعل الناس سعداء موجودة في قطر. وشكرا لقطر وشكرا للوطن العربي على استضافة هذا الحدث الكبير في البحرين، في السعودية. نتمنى لكل العرب وفي المغرب، في مصر، في تونس، أتمنى أن ينظموا مثل هذه الأحداث التي تجعلنا فخورين. وكأس العالم أيضا مع الدول العربية مجمعة تستطيع أن تنظم كأس العالم. وشكرا للأستاذ زهير أسعدي، أنا بشكرك جدا على وجودك معنا وكل هذه المعلومات. شكرا جزيلا للأستاذ زهير أسعدي، رئيس تحرير مجلة أونز مونديال. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع أتكلم عن ما حدث في الفار، مش المرة الأولى ولا المرة الثانية، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. وكلام هام جدا فيما يخص ما يحدث مع النادي الأهلي بالنسبة للفار. نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يعني إيه فار؟ الفار معناه الحكم المساعد للحكم الرئيسي. يعني إيه؟ يعني لما الحكم الرئيسي يكون شاكك في حاجات معينة بيرجع للفار، خلاص؟ طيب هل ايه هي الحاجات اللي من الممكن ان يشك فيها الحكم الرئيسي، حكم الساحه؟ يعني ثلاث او اربع حاجات معموله في بروتوكول الفار. طيب كابتن محمد بسيوني، بصراحه بالنسبه لي في علامات استفهام كبيره جدا. هو حضرتك ليه طلبت الحكم في لعبه محمد الشناوي الواضحه؟ هاتهالي يا سمير لو سمحت. طيب أنا مش هتكلم عن إن لعبة الشناوي صح ولا غلط، لأنها واضحة لمصر كلها، واضحة لمصر كلها إذا كانت صحيحة ولا خاطئة. حاجة غريبة جدا، يعني بالنسبة لي أنا دايما في مثل هذه الأمور بحاول إن أنا أبقى أنتظر لغاية ما أسمع كل الناس. تقريبا معظم اللي اتكلموا عن هذه الحالة قالوا ان ما فيهاش مشكلة، وان لان الشناوي لمس الكورة. لو الشناوي ما لمس الكورة كان من الممكن ان هي تبقى فاول ويمكن طرد الشناوي، ولكن الشناوي لمس الكورة وعدى الكورة. هي واضحة لكل الناس، لكن انا بشرحها علشان الناس تبقى واخدة بالها منها. حضرتك حر شايف ان الكورة دي
تطلب حكم الفار او تطلب الحكم الساحه، كابتن بسيوني يطلب حكم الساحه يقول له تعالى شوف تاني اهي امام حضراتكم مره اخرى. طولت من الشناوي، حط رجله خدها لمسها، لو ما كانش لمسها ابقى معاك في موضوع الطرد والكلام ده كله، لكن هو لمسها اهي واضحه، لانه لو ما لمسهاش اجويرو هياخد الكره يروح بيها لقدام مش هيرجع بيها لورا، فهي مش محتاجه كلام يعني، مش محتاجه كلام. طيب في كره تانية يا كابتن بسيوني، هو ليه حضرتك ما طلبتش من الكابتن الحنفي ان هو يروح يبص على كره اكرام؟ هتهالي يا سمير لو سمحت كره اكرام. هل دي ممكن غير دي كمان في واحده تانية اللي داس فيها على ركبه اكرم؟ مش دي، دي ركله يعني ماشي اهي، يعني هي دي ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، لكن انا حتى مش هتكلم عن ركله الجزاء دي، او مش هتكلم عنها، انا كنت هتكلم عنها بعدين، لكن ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، لكن في لعبه تانية واضحه وصريحه، واضحة وصريحة مفيش حاجة، لعيب جه من عند وقع أكرم فاول عادي وبتاع دايس على ركبته من هنا، أنا خفت ساعتها لأن طبعا هنا الصليبي اللي حضراتكم هنا من ورا كده الصليبي، فأنا خفت بصراحة، أنا قلقت قلت ربنا يستر تكون رجله اتلوت ولا حاجة، أنا ما خدتش بالي من اللعبة يعني. لما اللعبة اتعادت تاني يعني يا كابتن بسيوني في ركلة الجزاء أهي أمام حضرتك أهو، ليه حضرتك ما ندهتش على الكابتن الحنفي وقلت له تعالى شوف الكوره، هل يستحق اللاعب ركله جزاء ولا لا، هل يستحق اللاعب الطرد ولا لا؟ اهو طيب يعني هناك دليل بالخطا اهو امام حضرتك، امام حضراتكم كده، يبقى احنا بنتكلم في نقطتين وهم دول اللي انا كنت هتكلم، بس انا كنت هتكلم عن دي لانها يعني دي لا تقبل الشك، لا تقبل الكلام، لا تقبل ان حد يقول لي لا ما دس على رجله، لا ما دس على هدايس على رجله وقعه ودس على رجله. البلانتي هي واضحه ان هي ركله جزاء للنادي الاهلي، ولكن بعض ما لا يشجع النادي الاهلي هيقول لك اصله ما لمسوش، اصله جاله من هنا، جاله من هنا، يعني اي حاجه من هذا القبيل. لكن دي واضحه. كابتن بسيوني السؤال مره ثانيه، هو النهارده انا حلقه الاسئله، النهارده حلقه الاسئله، انا سالت الحاج عامر حسين، يا حاج عامر اللي حضرتك شفته من جمهور الاهلي ده حماس ولا حاجه ثانيه؟ حماس. طيب لو هو حماس فين الكتالوج بتاع الحماس؟ احنا خدناه من جمهور الاهلي، ده السؤال الاول. السؤال الثاني كابتن بسيوني، الحكم الفار الرئيسي نده على الحكم الرئيسي كابتن الحنفي وقال له تعالى بص على كرة الشناوي، حضرتك ما ندهتش ليه على كابتن الحنفي وقلت له تعالى بص على ضربة الجزاء بتاعت اكرم وكرة أكرم اللاعب بتاع المحلة داس على رجله فيه؟ أنا ولا هقول إن أنت قاصد، ولا هقول إن أنت ضد النادي الأهلي في بعض القرارات أو في معظم القرارات، ولا هقول إن إحنا مستنيين منك، إحنا مستنيين منك العدالة التحكيمية فقط لا غير. وعلى فكرة أنا حذرت من هذه الحرب الشرسة اللي بتحصل ضد النادي الاهلي وضد الحكام بالتحديد، هي دي نتيجتها يا فندم، دي نتيجتها اللي حضراتكم شايفينه، دي نتيجه لمثل هذه الحروب اللي بتحصل. هتقول لي حروب؟ هقول لك اه حروب. ليه؟ لانه الحكام يعني الدنيا الامور اتعدلت شويه شويه خلال الفتره السابقه، لازم بقى نقعد نخبط من هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية ومن هنا شوية عشان الدنيا تبوظ، عشان ضرب الجزاء الصحيح على المباراة السابقة أمام طلائع الجيش، الناس كلها هجمت الحكم، مش الناس كلها، بعض من لا يشجع النادي الأهلي
راحوا هاجموا الحكم وكذا، وانت ازاي تحسب ومش ازاي تحسب ومش، عشان نضغط على الحكم، عشان نيجي في الماتش اللي بعد كده نلاقي الضغط اهو زي ما حضراتكم شايفين. ولكن الحمد لله والشكر لله، وده اللي انا كنت دايما بقوله من اول السنه، ان احنا طول ما احنا كويسين هتكسب 2 و3 و4 ان شاء الله. فكلاتنبرج اتمنى ان يوصل له الكلام، او كابتن تامر دوري، اي حد من الكباتن اللي بتقعد تسمع الكلام ده، من فضل حضراتكم حد يجاوبنا على مثل هذا السؤال. لماذا كابتن بسيوني، محمد بسيوني، ما لم يستدعي كابتن الحنفي في كرة أكرم، سواء ركلة الجزاء أو الكرة التانية اللي استحق عليها اللاعب كارت أحمر من وجهة نظري، مش من وجهة نظري، من وجهة نظر ناس كتيرة جدا. أتمنى إن حد يرد علينا. لاعب من اللاعبين الرجالة الحقيقة، قلب الأسد، رجل المواقف الصعبة، مدافع من طراز فريد، يلعب بقى ما يلعبش، يكون احتياطي، المهم عنده مصلحة الفريق. لم يفتعل أي أزمات مطلقا عندما كان يجلس بديلا، شارك مع النادي الأهلي في 116 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا، حقق مع المارد الأحمر 9 بطولات، وكمان حصد برونزيتين في كأس العالم للأندية. ياسر إبراهيم، قلب الأسد. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطلت فقرتنا النهاردة النجمة منى عدلي، لاعبة الأهلي السابقة للكرة الطائرة. منى عدلي بدأت مشوارها مع النادي الأهلي 1993 وحتى 2013، حققت 20 بطولة دوري، معلش الأرقام كبيرة جدا، و20 كأس مصر، 6 منطقة القاهرة، وخمس بطولات عربية، وخمس بطولات إفريقية، ونالت العديد من الجوائز الفردية، أحسن إرسال في أفريقيا 2006، أحسن بلوك في مصر 2007، أحسن بلوك في أفريقيا 2009، أحسن لاعبة في مصر 2010، ثم أحسن بلوك في البطولة العربية سنة 2010. صنع في الأهلي النجمة منى عدلي، نجمة النادي الأهلي السابقة للكرة الطائرة. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى، النجم الكبير كابتن عبد الناصر محمد هيكون في ضيافتنا في الجزء الأول من هذه الحلقة في البيت الكبير. صنع في الأهلي منى عدلي، بعد كده فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن عبد الناصر محمد. الطائرة كانت مامتي زمان الله يرحمها كانت بتاخدنا بعد ما بنرجع من المدرسة، بنتغدى وبتاخدنا نادي، كنت انا من سكان شبرا، كان نادي مؤسسه العماليه، كانت بتاخدنا نذاكر هناك وكده. فكنت دايما هي بصراحه كانت مايله اكتر ان هي بتدخلنا مثلا حاجات ليها علاقه بالفن، الرسم، البيانو، فكنت انا بدخل بس كان في شباك كده بيبص على ملعب الطايره، فكنت انا بقعد اتفرج على اللعيبه ولا انا عايزه العب طايره. فلما جيت اتكلمت معاها في الموضوع ده قالت لي لا انا شايفه ان انت طويله فتلعبي باسكت احسن، فقلت لها لا انا عايزه العب طايره. وفعلا انا لما دخلت لعبت مع الفريق انا اتعلمت الطايره بالفطره يعني بالمشاهده، دخلت لعبت على طول، قعدت 2 شهر بالظبط، ومدرب بتاعي كان ساعتها كابتن سمير عبد الرب الله يرحمه قال له انا عايز لعيبه طوال وكده، فجابني النادي الاهلي سنه 93، ودي كانت بدايتي في النادي الاهلي. اتمرنت مع كابتن احمد سمير عبد ربه، وساعتها اول ما جيت طلعت الدرجه الاولى مع دكتور وجيه حمدي، ودي كانت بدايتي في النادي الاهلي. هو بيتي، بيتي، انا اتربيت فيه، انا عشت في النادي الاهلي يمكن اكتر من ما عشت مع اهلي. يعني انا مامتي لما توفت حسيت ان انا ما عشتش معاها قد ما عشت مع النادي الاهلي، فهو بالنسبه لي هو بيتي اللي بحس فيه بالامان، بحس بالاستقرار، بكون مبسوطه فيه، فهو بيتي يعني. كم بطوله حققتيها مع النادي الاهلي؟ بصي لو على المحلي فانا عمري ما خسرت بطوله في مصر، ولا خسرت كاس، ولا خسرت دوري، ولا خسرت منطقه القاهره، كل البطولات انا كسبتها. انا لعبت في النادي الاهلي 21 سنه، منهم يمكن انا اتصعدت الدرجه الاولى من وانا تحت 13 سنه، ممكن لعبت فعليا مع الدرجه الاولى من سن 15، ولا خسرت في الشابات والناشئات، ولا خسرت في الدرجه الاولى. فاعتبر انا يعني انا دايما بحسبها كده 21 بطوله، ده غير البطولات اللي هي في الناشئات يعني. ف 21 كاس، 21 دوري،
ومنطقة القاهرة أعتقد إن إحنا لعبنا 5 مرات بس، فما خسرتش ولا بطولة. يمكن أنا كنت محظوظة شوية لأن أنا لعبت مع يعتبر 3 أجيال. بدأت مع كابتن تهاني توسون ولعبت معه فترة كبيرة، وكابتن منى عبد الكريم، وبعد كده كان الجيل اللي قبلي مش كبير قوي، بس كان يعني قبلي بدأ قبلي يعني كابتن يسرى عبد الكريم، كان في لعيبه ممكن يكون يعني ما كملوش بس كانوا لعيبه جامدين، دينا جوده برغم بسبب الاصابه يعني بتاعتها، نيروز، لعيبه كتير جدا. وبعد كده بدات ان انا الجيل بعديه اللي هو نهله سامح كابتن فريق دلوقتي، وكان في لعيبه معاها زي ندى ناصف، والجيل اللي بعديه اللي كان اصغر يعني حضرته في الاخر كده. انا اعتزلت 2013، ان انا دلوقتي موجوده في جهاز الطايره ماسكه يمكن اصغر فرقه في القطاع 2015. كل اللي بقدر اعلمه لهم بلس الفولي ان انا لازم يبقى في ثقافه المكسب، ان احنا لما يعني احنا لما حتى انا بنزل العب معاهم وانا بكسبهم بيقعدوا يعيطوا، انا ببقى اسعد واحده في الدنيا مع ان هم بيصعبوا عليا، بس انا عايزاهم على طول يبقوا عارفين يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، يعني ايه مكسب، يعني ايه مبدا، يعني ايه التزام، يعني ايه نظام. هو ده اللي مخلي النادي الاهلي مفيش منافس ليه ولا في مصر ولا في افريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عبد الناصر محمد، طبعا المدير الفني لنادي الانتاج الحربي السابق. ازيك كابتن عبد الناصر؟ مشرف ومنور، سعداء جدا جدا بوجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بيك ووحشتني. وانت كمان بقالي كتير ما شفتكش، بقالنا كتير ما اتقابلنا من ساعه ما كنا بنلعب. اخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ كله كويس. بعد الانتاج الحربي هل في نظره للمستقبليه لاي شيء اخر خلال الفتره اللي جايه؟ ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا انت عارف المدرب بيبقى شنطته جنب الباب، حاططها جنب الباب. لسه بقول لك انا ما بحبهاش. لا يا بص، انت اضعف حلقه في المنظومه. أوكي. المدرب، لان اي مشكله المدرب، اي حاجه المدرب. صحيح. لعيب يغلط المدرب، الاداره مش عاجبها حاجه المدرب، فالمدرب ده هو اللي. بس احنا عندنا كفاءات جيده جدا يا كابتن، في حتى في الجيل بتاعكم ده في كفاءات من المديرين الفنيين جيده جدا في مصر كلها الحقيقه، ولكن انا بشوف ان المدير الفني في مصر مظلوم جدا جدا. التقدير وحش في التقدير. مصر. التقدير والتقييم. كابتن اسلام انت عارف سياده المشير طنطاوي الله يرحمه، كان انا طلعت خدت رخصه A وB من اوروبا على فكره. أيوه. يعني واخد رخصتين الA والB، واخدها من افريقيا واخدها من اوروبا، لكن وقعت، وفي ناس معهاش رخص اساسا وبتشتغل. صحيح، ربنا يوفقهم. بس انا بتكلم في ايه، ان التقييم احنا عندنا كمان حتى الدوري. يعني انا لما اشتغلت من سنتين في عمان في دوري المحترفين هناك، اول حاجه سالوني عليها انت معاك رخصه ايه مش من افريقيا من اوروبا؟ قلت لهم قالوا لي ابعت السي في. فالحمد لله ومسكت فرقه هناك اسمها بهله العماني، كانت لسه صاعده وبتنافس على الهبوط، خليتها مركز سادس الحمد لله في الدوري المحترفين. كويس جدا الحمد لله. فهي هو تقدير. هو تقدير. هل تفتكر ان اصل المدربين ده موضوع مهم جدا وصعب جدا في نفس الوقت، لانه هل حضرتك تفتكر ان المدربين اصبحوا فريسه للوكلاء؟ شفت على طول. والله فعلا حقيقي. فعلا في مشكله كمان. انت لو ما اخدتش من وكيل مثلا عرض عليك لاعب واثنين وثلاثه واربعه، ودي بتعرض لها كتير، واللعيبه ما بتبقاش مناسبه ليا، تلاقيه بقى بيهاجمك على الفيسبوك ويتكلم عليك كلام مش كويس. لا لا لا، على طول يتكلم عليك ويقول لك لو جاله ويتهمك اتهامات باطله بمنتهى السهوله. لكن الحمد لله انت عارف الواحد شخصيه الواحد طبعا. يعني برضو الصيت بتاع الواحد في المجال سواء انا او غيري يعني. فالحمد لله الناس عارفه مين الكويس ومين المش كويس. حقيقي. طيب خلينا بقى نروح وننتقل الى مباراه الاهلي النهارده. شفت هذه المباراه ازاي امام الفريق المحله؟ فريق المحله فريق جيد على ملعبه، دايما بيبقى بشرس وبتبقى الامور صعبه جدا، ولكن الحقيقه وجهه نظري النادي الاهلي النهارده قدم مباراه رائعه على الاقل في الشوط الاول. يعني انا شايف ان الاهلي في الشوط الاول عمل شوط ما اتعملش من سنين. اوكي. من ايام موسيماني. اوكي. يعني من احلى الاشواط اللي شفتها للنادي الاهلي النهارده. عايزين نقيم الموضوع من بدايته. مشاكل المحله اللي حصلت لسه كنت انا يعني انا كنت هسالك الاهلي وبعد كده اسالك المحله، هل المشاكل دي اثرت بشكل سلبي؟ جدا جدا طبعا، مع تفوق النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده بصراحه عجبني جدا.
ضغط مستمر من فوق مع اصرار المحل على ان هم يحضروا من تحت. أوكي. معلش يعني انا برضو لازم ابقى مدرب ذكي. انا شايف ان النادي الاهلي فايق قوي وبيضغط من فوق بالرباعي الهجومي اللي عنده. صحيح. فطب ما حضرش خلاص. انا انقل اللعب على نص ملعبه على طول بكور طويله. هناك احضر واعمل اللي انا عايزه. نعم. او هناك اعمل اللي انا عايزه. بالظبط. يعني انقل اللعب على يعني ابعد الكوره عن نص ملعبي لنص ملعب الاهلي وهناك احاول اشتغل على كده. لكن دي سيناريوهات لازم المدرب يحطها لان معلش انت بتلعب النادي الاهلي. اوكي. نادي يعني احسن نادي في افريقيا، فالمفروض ان انا متوقع ان ممكن النادي الاهلي يضغط عليا، فاكون محضر البديل اللي هو الكور الطويله اللي اقدر استغلها واقدر العبها على المهاجم واقدر احط نفسي في نص الملعب. بس ده ما حصلش. لا ما حصلش. ما هو ده دي غلطه للمدرب. دي غلطه من المدرب طبعا. انه مش حاطط سيناريو تاني للمدرب. هو المدرب كان فقد التركيز يا كابتن لانه كان هيروح نادي تاني وبعد كده رجع، ولا هل ده بيفرق؟ اكيد اكيد. المنظومه كلها فقدت التركيز في نادي المحله على فكره. انا كنت من انصار انه يمشي فعلا على طول. يمشي على طول بقى. مشي يبقى اتفضل. بالظبط. لان انا مشيت بس مع تحقيقه لهذه النتائج يا كابتن برضو. ولا معلش هو معلش مين اللي احنا عرفناه امتى؟ احنا عرفناه مع تحقيقه النتائج. المحل اكبر منه. صحيح. انا ده رايي. اسم المحل يعني. اسم المحل اكبر منه. نعم. فالمحله ظهرتك انت جاي بقى بعد كده تقول اصل انا عندي. لا مع السلامه. أوكي. مع السلامه. مع ايقافه باللائحه. ان هو ما يروحش نادي تاني في مصر. لكن يرجع ويتم استقبال الابطال. انا دي بصراحه عليها 100 علامه استفهام. دي اثرت على نادي المحله وعلى لعيبه نادي المحله وعلى جمهور المحله طبعا، لان هم تفائلوا قوي وادوا لنفسهم الحق ان هم خلاص هم كسبانين المباراه. هم نازلين المباراه ان هم كسبانينها. كسبانين الاهلي. المحله كان كل كلامهم لو لاحظت على السوشيال ميديا كله بيتكلم احنا هنكسب الاهلي، احنا هنبقى الاول، احنا. لا هو طموح مشروع لكل فريق عايز يكسب مشروع الاهلي. لكن لو بالحاله الطبيعيه اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. لكن ما قبل هذه المشكله. بالظبط كده. اوكي. يعني حضرتك شايف ان هذه المشكله اثرت بشكل سلبي على المحله وهتؤثر عليه خلال الفتره اللي جايه مع تفوق النادي الاهلي النهارده؟ لا طبعا. التوقف يعني انا شايف انه فاد النادي الاهلي كتير جدا جدا. لعيبه الاهلي كمان ابتدت ترتاح عن السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت كان ضغط مباريات على طول، فكان ده بيأثر على النادي الاهلي. الراحه اللي ابتدوا ياخدوها كتير ومع الشغل بقى. يعني معلش انا كنت منتقد موسيماني في حته ان هو يدي راحات كتير وبالاربع بالسبع ايام والثمان ايام ومفيش تمرين. انا بحس ان كان البدني واقع عند النادي الاهلي. لا السنه دي كولر كان عامل شغل كويس قوي، سواء متزن. فني. ايوه سواء فني او بدني. من الناحيه الفنيه يعني احنا مثلا فوجئنا النهارده ده وكانت مفاجاه يا كابتن ما اضحكش عليك ان بيرسي تاو يلعب النهارده. انا اتفاجئت زيك والله. صح. يعني انت لو قاعد بتفكر عمرك ما هتلعب بيرسي تاو، يا هتلعب يا شريف يا شادي. تمام. صح فوجئنا ببيرسي تاو. قبل كده فوجئنا بكريم فؤاد. ده معناه ان المدير الفني ده يعني انا دلوقتي شوف احنا بقالنا مثلا دي 8 ماتش او 9 ماتش الكولر مع النادي الاهلي. انا ابتديت النهارده اقول ان احنا عندنا مدرب كويس لانه ما اعرفش صح ولا غلط. حاجه صحح لي ادواته. بيستغل ادواته. انا دايما من انصار ان المدرب يعمل اللي هو عايزه لان هو اللي شايف. صحيح. التدريب هو اللي عارف كل حاجه قد كده. اي نقطه صغيره هو شايفها في التدريب، بيشوف اللعيب ده نفسيته عامله ازاي، اللعيب ده فايق ولا مش فايق، اللعيب ده هينفذ اللي هو عايزه ولا لا. احنا بنتفاجئ. ولما بنيجي نحلل بنحلل بعد ما شفنا المباراه. مظبوط. هو اللي شايف كل حاجه جوه التمرين، فقادر يوظف، وخصوصا لو هو مدرب كبير ومع نادي كبير. اوكي. فاكيد مش هيألف، يعني طبيعي. هو احنا بنفتكره انه بيألف يعني زي ما بنقول في الكوره ده بيألف. لا يعني هو لو حضرتك فاكر في مباراه الاسماعيلي او اللي بعدها لما نزل كريم فؤاد ناحيه اليمين، ايه التغييره دي يا عم؟ بالظبط. كلنا اهلاويه كلهم قالوا كده، ايه التغييره دي؟ ما هي دي بقى بداية كابتن. فوجئنا ان كريم فؤاد هو نجم الفرقه الفتره دي. دي يا كابتن اسلام الادوات اللي هو عارفها وحافظها كويس. صحيح. وموظفها كويس. ما هو ده برضو ده ذكاء للمدرب. اوكي. غير انه ذكاء، دي شطاره. شطاره ان انا اطور العين. بالظبط. ان انا شايف العين، شايف صح، وان انا اطور اداء اللاعب في اماكن معينه. يعني يبقى عندي لاعب اقدر استغله هنا وهنا وهنا. دي شطاره من المدرب انه طور اداء. يعني كان مدرب فايلر اللي كان ماسك الاهلي قبل موسيماني. قبل موسيماني كان راجل برتغالي. لا سويسري.
لا فايلر. السويسري ده كان قبل موسيماني. فايلر قبل موسيماني. ايوه ده كان رائع. كان انا كان سواريش اللي قبل. لا انا بتكلم على فايلر. لا كان قبل كان مطور اداء لعيبه الاهلي جدا جدا. أوكي. وحزنت انه مشي من مصر. أوكي. لكن هو اللي كان عايز يمشي. صحيح. فده هو ده المدرب، انك ازاي تطور اداء لعيبتك. في مدرب بيفرق مع لعيب قوي وبيسيب بصمه مع النادي، وفي مدرب زي ما بيجي زي ما بيمشي. صحيح. وهل ده نقول ان المدرسه السويسريه دايما بتساعد في تطوير الاداء في 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 الفرق اللي بيمسكوها؟ ده اللي انا شايفه. يودينا لكده. ده اللي انا شايفه بصراحه. يعني بيطوروا اداء لعيبتهم جدا جدا. يعني ده حصل مع فايلر وبيحصل دلوقتي مع دلوقتي. لانه النهارده زي ما بقول لحضرتك كده، كانت كل الناس يعني ما شفنا برضو التشكيل النهارده، بيرسي تاو، طب ما لعبتش شادي حسين ليه؟ طب ما لعبتش محمد شريف ليه؟ لو انت مش عايز تلعب محمد لعب بيرسي تاو. هو اكيد درس دفاعات المحله عامله ازاي. اوكي. انه يقدر يخترقها ازاي، فحط بيرسي تاو، لان بيرسي تاو من النوعيه المتحركه. صحيح. انت كان ممكن تحط مهاجم محطه تلعب عليه كور عاليه، لعيبه المحله مميزين في دي. هو عايز حد من تحت. هو عايز حاجه من تحت. وده اللي حصل. والاختراقات يعني. والاختراقات حصلت من تحت كويس. حتى الكوره اللي جابها بيرسي تاو الجول الاولاني معموله في ظهر دفاعات يعني عالمية. معموله على بصراحه عالمي. بيعمل اوفرات عالي. انا عايز العب معاه مره. كان كان ايامك واحده بدماغك كده ونخلص. علي بصراحه بيعمل، كان عامل واحده في الانتاج الحربي قبل ما ينزل الدرجه الثانيه من سنتين كده، كانت النتيجه 2-2 لوالتر بوالتر. ايوه بالظبط. لو فاكرها. تقريبا نفس نفس لا هو بيعملها بس كانت من ورا شويه. هو بيعملها ما شاء الله يعني. بيعملها 10 على 10 وبيرسي حطها حلو قوي. قوي حطها لمسه واحده بس هو نام ليه؟ لا بيقول الناس يعني انا هنشرح الكلام ده بعدين. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، اهي الكوره اهي، بص يا كابتن انا الحقيقه الحاجات دي طبعا اهي، دي بتاعت بواليا. فاكرها دي الانتاج الحلبي. بص زيها بالظبط ونفس المكان تقريبا بس دي ابعد شويه. هو ميزه الاوفر بتاعه بعيد عن حارس المرمى. صحيح. بيلف لبره بعيد عن حارس المرمى عبل ما بيطلع. ايوه عبل ما انت كنت بتعمل الحاجات دي يا كابتن اسلام، انت ناسي ولا ايه؟ بس انت من الناحيه الثانيه بقى. ايوه هو هنا الكره دي شبه كره بالظبط. ايه بص نفس اللعبه نفس ونفس البصه ونفس والتر بواليا هنا وهنا. بص بيرسي دي بتاعت النهارده. تحس ان هي حلوه بس دي على القريبه بقى. بس دي على القريبه طبعا. لا ما هو ده بيوريك ان هو بيلعب الاوفر، بيلعبها هو بيلعبها في المكان، بيلعبها في مكان المهاجم، المكان اللي هتواجد فيه المهاجم. هل ده كابتن اتفاق يعني؟ هل المدير يعني احنا ايامنا كان مانويل هم الاثنين اهم. بص احنا ايامنا احنا كان مانويل يقول لك العب على الاولانيه بغض النظر مين، ممكن يكون عبد الناصر، ممكن يكون اسلام، ممكن يكون محمد. صح. اي حد. هل ده ممكن يكون اتفاق؟ لا هو مش اتفاق، هو تميز من معلول. اوكي. وفهم من المهاجم يعني. واحد. المهاجمين واضح في النادي الاهلي عارفين معلول بيعملها ازاي. صحيح. زمان لما كنت في الكروم كان معايا محمد عبد السلام. كنت طبعًا. انا ومحمد عبد السلام ومحمد البيضة ثلاثة اللي معروفين في الكورة. لا محمد عبد السلام كان بيعمل اوفرات. محمد عبد السلام احلى اوفرات. عايز اقول لك يا كابتن اسلام، انا كنت بلعب النادي الاهلي مرة في استاد القاهرة في كاس مصر. كان عصام الحضري حارس المرمى. محمد عبد السلام انا قطعت من نص الملعب رايح على ال 18 وبشاور له على المكان اللي يعملها لي فيه وعملها لي. وعملها لك. لا محمد عبد السلام طبعا. فانا بتكلم في ايه؟ ان ده تفاهم. اولا المهاجمين عارفين معلول بيعملها ازاي وخلاص متمرنين عليها ومكررة، فعارفين يتواجدوا في الاماكن اللي هو بيعملها فيها. فهي دي الميزه. هو ده اللي بيفرق. طيب نجاح النادي الاهلي او كيف ترى نجاح النادي الاهلي في ان هو يصل الى نقطه 15 من 5 مباريات؟ لا النادي الاهلي السنه دي فايق قوي قوي بصراحه. واخد طريقه، عايز يوصل للدوري السنه دي لان طبعا فقدوا السنتين اللي فاتوا. ف يعني مركزين من بدري، واخدين فتره اعداد كويسه غير السنين اللي فاتت. فدي حاجه طبعا هتساعد النادي الاهلي ان هو يستمر على اللي هو فيه. تميز المدرب في قراءه لعيبته وفهم لعيبته وتوظيفهم بالشكل المناسب في المباريات اللي هم بيلعبوا. طب مع مدرسه الهدوء ولا في مدرب يبقى واقف بره بيتنطط رايح جاي، وفي مدرب زي كولر كده واقف؟ لا انا دي مدرسه ودي مدرسه. لا انا بحب اقف. ودي ناجحه ودي ناجحه. انا حتى ما بقفش على الخط يعني، انا عن نفسي انا بقف ورا على بوقف المدرب العام مع الكابتن مصطفى عسكر بيبقى واقف على الخط. لان هو اللي بيوجه كتير. خلي بالك انت وانت واقف على الخط وبتقعد تزعق ما بتركزش كويس. اوكي. لكن انا بحب اقف ورا واركز عشان اشوف الماتش كويس. عشان اشوف الماتش كويس في حاجه بوجهه فيها وهو يبلغ، او انا بقوم بطلع ابلغهم. فانت مع مدرسه الهدوء بالظبط.
اللي هي مدرسه كولر. بس المدرب صبيه بيتعصب يعني، بيبقى في حاجات كده اللعيبه بتطلع عينينا يعني. يعني لا بشكل عام في مدرستين، مدرسه كابتن حسام، لا انا مع الهدوء حسن يعني اللي هو كابتن حسام على طول. لا كابتن حسام يعني عصبي جدا طول الوقت. لا كمان غير العصبيه، طول الوقت بيتحرك ويجري ويعمل والحاجات دي. خلي بالك هو طبيعته هما الاثنين صح، طبيعته ممكن يعني في ناس بتشوف الحاجه دي حاجه كويسه جدا ان المدرب يبقى اكتف على طول وبتاع. صحيح. فيعني انا كان حتى يعني عايز اقول لحضرتك يا رئيس نادي الانتاج الحربي اللي هو اشرف كان يقول لي انت ليه ما بتقفش على الخط كده وتعمل زي حسام؟ قلت انا مش كده يعني انا احب اشوف الماتش من بعيد يعني من ورا عشان اعرف اركز، اعرف اشوف هغير مين، هعمل حاجه تغييره جوه الملعب، حاجات دي هدوء برضو بيخليك تعرف تفكر كويس. طيب مين افضل لاعب عجبك في الاهلي النهارده او في المباراه بشكل عام؟ عبد القادر، محمد عبد القادر. بس نفسي قول يا كابتن يخلص بالكره بسرعه. اوكي. وعنده شويه انانيه جوه 18. يعني بصراحه هو مميز قوي، واحد على واحد بيعمل حاجات كويسه جدا. ولما عمل واحد على واحد الجول الثاني وراح معدي وعاملها بالعرض نموذجيه جت جول. لا ده هو ده هو ده المكان اللي تقدر تعمل فيه واحد على واحد. بالظبط. لا انا قصدي ان هو كمان لعبها ده. لعبها صح يعني. بص عدى وراح لعبها على طول. راح عدت من الاولاني الثاني جابها جول. صحيح. فعبد القادر لما بيشتغل بسرعه وبيخلص من الكوره بسرعه لواحد لزميل بيبقى ممتاز. لما بيطول في الكوره ولما بيبخل شويه دي بتخلي شكله مش كويس. فانت النهارده عجبك احمد عبد القادر وتحركات بيرسيتاو. اول مره اشوف تحركات بيرسيتاو ايجابيه جدا النهارده. وطبعا علي معلول باوفراته يعني طبعا. عايز اقول لك كمان الاثنين الديفندرين السوليه وديانج دول ليهم عامل كبير في ان الرباعي اللي فوق ينجح. عندك اتنين وتد يعني في نص الملعب، ديانج ده يعني علاء بيعجبني جدا. فدول بيخلوا الاربعه اللي فوق يضغطوا صح، لان دول ضاغطين في ظهرهم بيعرفوا يستخلصوا الكره صح. النهارده برضو من مباريات الدوري فاز بيراميدز على المقاولين العرب، والزمالك على طلائع الجيش، وفاركو على الداخليه. اتفرجت على هذه المباريات؟ فاركو تعادل مع الداخليه. او انا اسف، فاركو تعادل مع الداخليه. اتفرجت على فاركو والداخليه. طب كنت لسه بتقولي الداخليه فريق جاي عجبني جدا. اولا كابتن رضا شحاته عامل شغل كويس. كابتن رضا، بس كابتن رضا برضو عنده حته انه فتح الملعب قوي. برضو يعني ايه بيدخل فيه جوال يعني. لو قفل شويه مع الحته البدنيه. خلي بالك معاهم الدكتور احمد عبد اللطيف يعني مخطط احمال حاجه. دكتور احمد عبد اللطيف ده انا هحكي لك قصه دكتور احمد عبد اللطيف. دكتور احمد عبد اللطيف ده اولا اخويا وحبيبي، انا بحبه جدا، ما اعرفش انت تعرف ولا لا. ده صديقي. لا حكي لي هو. فهو دكتور احمد عبد اللطيف ده، انا كنت في بعد ما مشيت من النادي الاهلي كان النادي الاهلي اتخذ قرار ان انا امشي. فانا وانا ماشي من النادي الاهلي قعدت شهرين ثلاثه كده، كنت مسافر فكملت ثلاث شهور مثلا ولا حاجه، وبعدين رجعت لعبت مضيت في حرس الحدود وخدت اجازه بتاع شهر كمان ولا شهر ونص. فراجع بعد اربع شهور بقى بكرش. مين اللي مسكني؟ دكتور احمد عبد اللطيف. دكتور احمد عبد اللطيف ده واحد من افضل واهم محللي مخططين الاحمال في مصر من وجهه نظري. وانا من وجهه نظري عايز اقول لك ده في ليبيا بيعشقوه. وغير ان هو في طبعا يعني احنا ايامنا احنا كان لسه بقى ايه كان لسه صغير يعني. فمسكني حوالي برضو ثلاث اسابيع او شهر، ولعبت مباريات من احلى المباريات اللي لعبتها مع حرس الحدود. كانت اول المباريات لعبتها لانه كنت واقف على رجلي الحقيقه بسبب دكتور احمد عبد اللطيف، وخلاني العب ثلاث اربع سنين كمان يعني. انا كان عندي 33 لعبت لغايه 37 ولا 38 سبب ما انا برضو لعبت ال 39 بسبب بعد ربنا طبعا دكتور احمد. والله. لان هو كان مخطط الاحمال بتاعنا في طلائع الجيش في طلائع الجيش الداخليه والشرطه. ما انا لعبت في الداخليه والشرطه كمان. وكان هو موجود معانا. لا هو بيفرق جدا مع الفرقه اللي بيمسكها. مخطط الاحمال له دور كبير ومهم جدا. بص مهم جدا مخطط الاحمال ده، ويبقى راجل فاهم. عشان الاصابات. عشان الاصابات. طب انا هقول لك بقى حاجه بيني والدكتور احمد. انا جالي غضروف وانا في طلائع الجيش. عايز اقول لك ان انا لعبت مباراه بعد كام يوم رسمي، مباراه رسميه بعد كام يوم. غضروف. قول انت. لا المفروض يعني بعد ثلاث اسابيع اربع اسابيع. ثلاث اسابيع شهر. شهر. لعبت بعد 12 يوم. والله العظيم. 12 يوم. كان هو اللي بيأهلني. لا هو رجل يستحق مع اللياقه البدنيه ورجل يعني هو دكتور في مجاله يعني زي ما احنا بنقول يعني استاذ ونتمنى له رب كل التوفيق دكتور احمد عبد اللطيف. فبقول لك الداخليه لا شغلها كويس قوي. أوكي. كانت افضل من فاركو يعني. انا فاركو بصراحه مش عاجبني مع المدرب البرتغالي اللي عندهم.
دفاعي بطريقة بحتة جدا، عنده الحتة الهجومية قليلة قوي. كان انا حتى خلي بالك الداخلية جابت جول في اخر دقيقة كمان، الجول التاني بس ما اتحسبش، اتحسب فاول. اتحسب تسلل. لا اتحسب فاول، هو جامب قفز على الخصم. ايوه صح. زق الخصم. بس انا شايف، انا ما شفتهاش. لا هي فاول. والله اوكي، لان انا شفت كذا حد كاتب ان هي مش فاول. لا لا لا، هي بالامانه فاول. اوكي. لكن الداخليه لا، عملت ماتش كويس، ماتش كبير وخصوصا خارج ملعبها يعني. اوكي. بيراميدز والمقاولين يعني تفوق لبيراميدز طول المباراه اعتقد، ما يعني المقاولين ما كانش فيه هجمات كتير قوي. كنت شايفها نتيجه طبيعيه جدا جدا لبيراميدز يعني. طيب الزمالك وطلائع الجيش، برضو فوز الزمالك على طلائع الجيش 4-1، نتيجة تقيلة قوي. 4-0 كانت نتيجة تقيلة على طلائع الجيش النهاردة. شايف لغاية دلوقتي طلائع الجيش ما استفادش من توقف. اتغلب من الأهلي واتغلب من الزمالك، طبعا فرقتين كبار الأهلي والزمالك، لكن أداء طلائع الجيش النهاردة يعني ما كانش يرتقي للمستوى اللي احنا متوقعينه يعني. اعتمد كتير على الكور الطويلة. أوكي. ودي ما فادتهوش قوي، لأن اعتمد على خالد قمر، وخالد قمر معاه 2 مدافعين طبعا كانوا واخدين منه كل الكور. الزمالك كان متألق قوي النهاردة برضو. زيزو الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة السنة اللي فاتت والسنة دي، بداية السنة دي يعني انا بشوف ان هو واحد من افضل اللاعبين في مصر، اذا كان في 3 فهو واحد من الثلاثه يعني. فعلا معاك حق. لا زيزو عامل موسم استثنائي السنه اللي فاتت، والسنه دي بادئ بقوه. صحيح. برضو الزمالك النهارده ما كانش بيلعب بمهاجم، ودي كانت مقصره شويه، ما كانتش كويس يعني. الزمالك ما عملهاش كويس. أوكي. الاهلي عملها كويس. أوكي. النهارده، لكن الزمالك ما عملهاش كويس. لكن الزمالك الجول اللي جابه زيزو فتح له المباراه، فتح المباراه. وزيزو ضيع ضربه جزاء كمان، غير ضربه الجزاء اللي ضاعت يعني. كان المفروض يعني النتيجه ممكن تبقى 5 كمان يعني. لكن انا شايف النتيجه تقيله قوي على نادي طلائع الجيش. اتمنى طبعا انت عارف انا ابن الجيش طبعا. اتمنى ان هو يبقى نادي طلائع الجيش دايما ما بنشوفش ان هو بيخسر بمثل هذه الارقام بالظبط يعني. ما بيخسر 1-0، 2-1، 3-2 يعني، حتى ما بيجيش 3 اجوان في طلائع الجيش من فتره طويله جدا. كتير 3 خسر من الاهلي، 3 2-1 او 2 2-1، وخسر من الزمالك 4 يعني برضو. لا يعني مش طلائع الجيش اللي خسر 4. أوكي. يعني واضح ان كابتن محمد يوسف لسه ما تعرفش، لم يتكيف مع طلائع الجيش. ممكن. مباريات بكره ان شاء الله برضو في الدوري العام، ورونا المباريات يا شباب لو سمحتم. في انبي وحرس الحدود. اتفضل. يعني انا شايف ان انبي ماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت مع كابتن كشري. حرس الحدود يعني لسه مستوى برضه بعيد صراحة يعني. انت طبعًا انت عارف حرس الحدود، وانت طبعًا ابن من ابناء حرس الحدود. كابتن احمد ايوب بيحاول في ظل الامكانيات اللي عنده، لكن انبي انا شايف ان هي افضل الفترة اللي فاتت، فهي المباراة يعني تميل لانبي اكتر. تميل لانبي اكتر. سموحة واسوان. سموحة واسوان طبعا، اسوان تغييره، سموحة ماشي كويس، واسوان ابتدى يمشي كويس الماتش اللي فات مع كابتن ايمن رمادي. مع كابتن ايمن رمادي. هل المكسب ده يديله دافع؟ يديله دافع كبير. اوكي. يديله دافع كبير، واسوان على فكره فرقه مش وحشه. اوكي. فرقه فيها خامات كويسه. فيها خامات كويسه قوي. سموحه اللي ماشي مع كابتن طارق العشري برضه بشكل كويس. جايز. فمباراه اعتقد انها هتبقى صعبه على الفرقتين ومتكافئه. الاتحاد السكندري وفيوتشر، الاتحاد السكندري هزيمه يعني اعتبرها البعض غير متوقعه من المحله في اسكندريه، وفيوتشر المباراه اللي فاتت فاز 1-0 في مباراه كانت صعبه جدا. هي المباراة هتبقى صعبة على الفرقتين. فيوتشر السنة دي مش في مع الداخلية على فكرة، والداخلية كان مطرود منها 2 لعيبة. اتفرجت على المباراة دي. فيوتشر مش في مستوى السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي. اوكي. مع ان عندهم يعني زخم من اللاعبين الممتازين بصراحة. صحيح. يعني معرفش ليه مستواهم السنة دي، حتى في بطولة افريقيا في الكونفدرالية يعني برضو مستواهم ما كانش كويس. كسبوا ضربات الجزاء اخر مباراة بالعافية. الاتحاد السكندري اللي مستواه حلو. برضو انت مشكله اتحاد والمحله الجماهير يعني، لما بتكسب ممكن تضغط عليك. لا تكسب ماتش يقول لك انت هتاخد الدوري وهتاخد افريقيا. والموضوع مش كده يعني. الموضوع برضو واحدة يعني واحده واحده واحده. المباراه الاخيره سيراميكا والاسماعيلي. انا شايف اللي هيخسر بكره المدرب بتاعه هيمشي، سواء هنا او هنا. يعني احمد سامي او جريدو بتاع الاسماعيلي. بصراحه الاسماعيلي انا حزين عليه يعني، معلش يعني فرقه كبيره من يعني الفرقه الثالثه بعد الاهلي والزمالك المفروض كانت زمان، وانت لعبت في الاسماعيلي وعارف طبعا طبعا ان هي بنقطه واحده لغايه دلوقتي كارثه 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 كبيره كارثه كبيره. لكن سيراميكا انا شايف ان سيراميكا
عندها يعني السكواد بتاعها افضل والمباراه بتتجه لسيراميكا اكتر. طيب اخيرا قبل ما نسيب الدوري يا كابتن، رايك في مستوى التحكيم حتى الان في الخمس اسابيع الاولى؟ والله هو المفروض الفار يساعد التحكيم، انا شايف ان الفار مش مساعد التحكيم. يعني ما اعرفش يعني دي مشكله مين. احنا بص يا كابتن اسلام، انت لعبت كوره وعارف احنا طبعا. عندنا في مصر هنا الحكام دي مشكلتهم ان صاحب الارض كسبان نمشي الدنيا عشان نخلص، عشان اللي يكسب ونخلص. خلاص ما بقاش في كده يا كابتن. لا والله بتحصل. ايوه انزل الممتاز به وشوف. شوف الحاجات دي بيحصل فيها اكتر من كده كتير. ومفيش فار كمان تحت، بيحصل مشاكل كتير، الدنيا بتمشي بالظبط. يعني انا شايف رئيس لجنه الحكام اللي هو كلاتنبرج، يعني انا شايف ان هو عمل حاجات كويسه، خاصه في حته الالتحامات اللي احنا في مصر هنا كل التحام بفاول، كل التحام بفاول. لا جرى الموضوع شويه بالظبط كده. دي حاجه كويسه قوي. اتمنى حته الوقت الضايع اللي شغاله دلوقتي في كاس العالم تطبق عندنا. تطبق اولاد، واتمنى البار يبقى عشان هاني سليمان بالذات. عموما هنكمل كلامنا، ولكن هنرجع بقى نتكلم عن المونديال، مونديال قطر 2022، ورؤيه كابتن عبد الناصر محمد عن ما يحدث في هذا المونديال من مفاجآت، وهل صعود المغرب لدور الثمانية مفاجأة ولا لا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عبد الناصر، رايك ايه في كاس العالم؟ مستمتع يعني بيه ولا لا؟ جميل، من احلى النسخ بصراحه فعلا. فنيا فنيا وتنظيمية كل حاجه، وتنظيمية ومفاجآت. صحيح، مفاجآت. انت في دوري دور المجموعات مش عارف مين اللي هيطلع ومين اللي هيقعد ومين اللي هينزل ومين اللي هيروح، يعني اوكي. لا دوري كاس عالم حلو قوي. مستويات كلها متقاربه، فتحس ان في مفاجآت ممكن تحصل في اي وقت، وحصلت. يعني الحمد لله المغرب انها توصل برضو لدور الثمانيه دي. دور ال 16 هنتكلم عن المغرب لوحده، ولكن بشكل عام في دور ال 16 شفت المباريات المنتخبات كلها زي، هل اصبحت كره القدم او القوى الكلاسيكيه او القوى الكبيره في كره القدم هي اللي بتسيطر؟ اكيد طبعا، بس في تغيير في طرق اللعب. يعني مثلا هولندا، اوكي، انا مثلا مباراه هولندا وامريكا خلصت لصالح هولندا. صحيح، هولندا بقت تلعب بواقعيه افضل من الاول. افضل من الاول، يعني كان زمان الكره الشامله لا دلوقتي بتلعب واقعيه، هي عايزه تختصر الطريق عشان تكسب. اوكي، ودي حاجه كويسه. يعني انا شايفها في الكوره مهمه قوي. انا من المدرسه الواقعيه على فكره في الكوره، ان انا لازم ابقى واقعي في كل حاجه، ما اقعدش ما احبش الف كتير. امريكا مستواها ده اخرها. بس في فان جال مثلا، يا كابتن فان خال المدير الفني للمنتخب الهولندي، هل ده راجل كبير عنده حاجه و60 سنه، فهل بعد ما وصل للسن ده ممكن يغير طريقته ولا 70 سنه كمان؟ المدرب الشاطر يا كابتن اسلام اللي يشتغل على القماشه اللي معاه، أوكي، وعلى الواقع اللي هو شغاله في الوقت الحالي. اوكي، كره اتغيرت كتير. كره اتغيرت كتير جدا عن حقيقي سنة. حقيقي، والحته الدفاعيه بقت كتير. يعني صحيح. دلوقتي اعظم فرق العالم تلاقي 10 ورا الكوره، مفيش حد ما بيدافعش. لا لا خلاص، حد لا كله النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني عمل كده، وخصوصا في حتى هو راجل قال النص الثاني من الشوط الثاني الاهلي بقى واقف. قال لك انا وقفت عشان ما اديش المساحات لان هم اسرع. دي شطاره صحيح. من المدرب انه يقدر يشتغل كده ويقدر يشتغل كده. خلي بالك يعني انا مع فرقتي دايما بمرنهم على كده وعلى كده. على ان في مباريات هنضغط من فوق، وفي مباريات لا هنقف ونقعد للصبح مش مشكله. يعني انا لما كنت ماسك اف سي مصر في الدوري الممتاز كنت بلاعب فرقه وادي دجله، كان المدرب اللي هو ماسك بابا فاسيليو، لا لا اللي ماسك بيراميدز دلوقتي، تاكيس جونياس. انت عارف تاكيس بيطلع بالكوره لازم يوصل لغايه حلق الجول. صحيح، انا كنت واقف له في المباراه دي في نص ملعبه التسع. لا 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 لا، عند نص ملعبك انت، عند ال 18 ال 90 دقيقه انا واقف 18 وخطفت جول وكسبت 1-0. اوكي، بس هي المباراه دي عايزه كده لان امكانيات لعبتي كده، فهي الواقعيه في الاداء دلوقتي اللي تاخد المدير الفني، ما عندكش مشكله. بالظبط كده. نخش على الارجنتين واستراليا. طبعا الارجنتين كسبت. عايز اقول لك ان المنتخب الارجنتيني الالم اللي خده الاولاني من السعوديه فوقه. ودي حاجه على فكره، دي حاجه كويسه ان انت كفرقه تبدا بخساره وبعد كده تفوق وتقدر تكسب المباريات اللي بعد كده كلها، دي حاجه تحسب لمنتخب الارجنتين ومدربه.
ما بقاش برضو ايه يعني إيه، كان عندهم بس عند توفيق في مارتينيز المهاجم بيضيع فرص كتير، أيوه. وميسي كان بيحاول يساعده كتير، اوكي، لكن قدروا ان هم يلموا نفسهم، قدروا ان هم يوصلوا للي هم عايزينه دلوقتي. ومنتخب استراليا منتخب يعني كويس انه وصل للدور ده، اوكي تمام. فرنسا وبولندا، فرنسا طبعا فرنسا ما شاء الله يعني عندها يعني زخم من النجوم، زخم من النجوم، يعني حتى مع غياب كريم بنزيما، اوليفيه جيرو يعني عامل مباريات رائعه، صحيح. تألق تام، صحيح. ودي تحسب للمدير الفني برضه، صحيح، يخلي البديل بالشكل ده، صحيح، انه يشتغل بالشكل ده. ففرنسا من الفرق المرشحه لكاس العالم انها تاخد او توصل للنهائي. فاحنا شايفين المباريات كلها حلوه، فيها مفاجآت كتير. نخش على مثلا على المباراه اللي بعد كده، كان في انجلترا طبعا ما شاء الله السنه دي ماشيين بشكل كويس قوي. لا، انجلترا كمان مختلفه عن قبل كده كان انجلترا عندها محترفين كتير في الدوري ما كانش بيعمل منتخب كويس، اوكي. دلوقتي لا، قدروا يصلحوا المعادله دي ويطلعوا بمنتخب تقيل، جيد، منتخب كويس. هاري كين الهداف بتاعهم كان شغال الفترة اللي فاتت انه يعمل اسيستات، قدر يسجل، يعني ابتدوا يطوروا نفسهم. عندهم طبعا هندرسون وديكلان وبيلينغهام، يعني كلهم اشتغلوا، الثلاثة بتوع نص الملعب دول الفريقين معاهم قوي، ومخليين هاري كين فايق، ومخليين المنتخب الانجليزي كله فايق. السنغال احنا اتصدمنا فيه، انا اتصدمت فيه بصراحة، واعتقد انت ممكن تكون اتصدمت فيه بلينجهام؟ في المستوى. لا، السنغال. السنغال؟ لا، السنغال. السنغال مستوى وحش قوي في كاس العالم ده، صحيح. وساديو ماني واضح عدم وجوده مؤثر على منتخب السنغال، كقائد كمان. انت تحس ان ساديو ماني زي مثلا انت لو شلت محمد صلاح من منتخب مصر هتحس ان منتخب مصر هيتأثر. ايوه مظبوط. حتى ان هو كقائد للمنتخب. ودي مهمه قوي. انت طبعا عارف زمان مثلا الكابتن حسام حسن لما يبقى موجود في المنتخب بتبقى المنتخب عامل ازاي. مش موجود بيتأثر ازاي المنتخب. قائد جوه الملعب دي مهمه. فواضح ان منتخب السنغال انا شايفه انه اتأثر كتير قوي بعدم وجود ساديو ماني. اوكي. اليابان وكرواتيا دي اضعف مباراه فنيا شفتها في دور ال 16 يعني. هي خلصت بضربات الترجيح لكرواتيا، بس اليابان بيلعب بحماس، ما عندهمش نجم. كرواتيا برضو، حتى كرواتيا تحس ان كبروا. لا، كبروا في السن. لسه هقول لك، كبروا في السن زي بلجيكا، فابتدوا يتاثروا بتتالي المباريات، صحيح، زي بلجيكا كده. فمباراه شفتها ضعيفه فنيا قوي، من اسوا المباريات اللي كانت في دور ال 16. البرازيل وكوريا طبعا مش هنتكلم، مش هنقدر نتكلم. هنقول ايه؟ البرازيل في نص ساعه اربعه يعني. اخيرا المغرب يا كابتن يستطيع أن يفعل شيء أمام البرتغال، يعني خصوصا دلوقتي أنت ما تيجي تتكلم هتقول إن المغرب إن ما كانش رقم 7 أو 6 في العالم هو دلوقتي رقم 8 في العالم. بالظبط. هل يعني يستطيع يعني يعمل يستطيع. حاجة؟ يستطيع ويستطيع كمان. معلش، أنت تعدي يعني عديت المنتخب الإسباني، صحيح، هيبقى ما عندكش القوة والحماس الرهيب إنك تعدي منتخب البرتغال؟ يعني دي فرصة كبيرة مش هتتعوض لمنتخب المغرب. يعني احنا بنشكرهم على الفرحة اللي هم صدروها لنا بصراحة، حقيقي كلنا فرحانين بمنتخب المغرب. انا امبارح كنت قاعد مبسوط جدا وحماس، وحاسس ان الكرة الأخيرة اللي جت في القايم بتاعت اسبانيا انا قلبي وقع، بس حسيت ان انت عارف لما نقول خلاص المغرب هتكسب في الكرة بس في الكرة كابتن برضو، واللي لعب يفهم اللي انا هقوله ده كويس، لانه لما بتعمل حاجة غلط بشكل جماعي بيتم عقابك. وده حصل معه في مباراة أسبانيا واليابان، لما أسبانيا سابت اليابان يكسبها. أيوة. وجهة نظري، فأنا قلت العقاب هيجي ممكن يكون في النهائي في الأمن عشان النهائي. ما تقابلش بقية لكن سبحان الله جال لهم العقاب بعد في المباراة اللي بعدها. عجبني مدير الفني بتاع المغرب الركراكي ان هو لعب بالطريقه المناسبه ليه ومصمم عليها ومش عيب. واقول لك حاجه، يعني هو كان اخطر في بعض الهجمات المرتده طبعا. الاستحواذ لاسبانيا، سيب الاستحواذ لاسبانيا، هيعملوا بيه ايه؟ ما عملوش بيه حاجه، لان هو كان مقفل كويس قوي قوي قوي. وكان بيروح بهجمتين، يعني راح بهجمتين كان ممكن يخلص الماتش فيهم. في مقابل الهجمه الوحيده بتاع اعتقد اسبانيا اللي هي جت في القايم، اللي هي في اخر في الشوط الاضافي الثاني، اللي هي كان ممكن تنهي المباراه. لكن المغرب تستحق، نجومهم حكيمي وحكيم زياش ومرابط ده بقى الحكايه، حكايه في نص الملعب. طبعا
طبعا غير حارس المرمى اللي يعني اللي تألق بونو. بونو يعني حاجه يعني اولا حركته في ضربات الجزاء عجبتني جدا. حركه رجليه الفوت وورك بتاعه عجبني جدا جدا. لان مخلي اللاعب اللي بيخش مش عارف يحطها مش عارف يحطها مش عارف يحطها بيتحرك كتير وحركته مش عشوائيه. عارف هو بيعمل ايه. هو عارف. وفي ضربه جزاء والله يا كابتن اسلام في ضربه جزاء اتحطت على يمينه. انا قلت هو راح مرتين هنا قلت هيروح هيروح شمال هنا. يمينه يعني هيروح على اليمين وراح وجابها. فلا هو ما شاء الله يعني كان سبب رئيسي طبعا في صعود المغرب اللي نتمنى ان هم يكملوا على كده. يا رب يكملوا يا رب ان شاء الله. لانه الحقيقه كلنا زي ما الكابتن عبد الناصر قال ننتظر فرحه مغربيه ان شاء الله وفرحه مغربيه وعربيه وافريقيه خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا كابتن عبد الناصر على وجودك معانا. دايما جداً. بنستمتع بوجودك. شرفت ونورت وسعدت جدا باللقاء. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وبشكر كل طاقم العمل اللي معاك وربنا يوفقكم دايما كده يا رب. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عبد الناصر محمد. هنطلع فاصل وبعد الفاصل كواليس المونديال من خلال احمد مجدي ومحمد مصطفى محللي كره القدم العالميه ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقرتنا الاخيره دائما بتكون مع كواليس المونديال مع اثنين من نجومنا في التحليل العالمي. النهارده هنتكلم عن كاس العالم وايه اللي بيحصل في كاس العالم ورؤيتهم لما هو قادم في كاس العالم. خلوني ابدا باحمد مجدي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. كله كويس؟ زي الفل. الحمد لله. محمد مصطفى ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. خليني ابدا وكالعاده بتقرير لاهم اخبار المونديال عشان نعرف اهم الكواليس اللي حصلت في قطر. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد مجدي خليني ابدا بس الاول بشكل عام. ايه رايك في اداء المنتخبات في المونديال حتى الان بعيدا عن الثمانيه الكبار بقى؟ انا بتكلم على الفتره اللي فاتت. يعني النسخه من على الصعيد الفني يا كابتن نسخه قويه جدا. المستويات المستويات كانت متقاربه لدرجه كبيره. حتى الفوارق اللي حتى بين الثمانيه وبقيه المنتخبات ما كانتش كبيره غير في بعض المباريات مثلا زي اسبانيا وكوستاريكا زي ماتش البرتغال وسويسرا ايا كانت ملابسات واللي كان بيتكلم عنها انجلترا وايران. انجلترا وايران على سبيل المثال. ولكن فيما بعد ذلك حتى المنتخبات اللي تعرضت لهزائم ثقيله المنتخبات دي اتعرفت بعدين تحسم مصاير مجموعتها. زي كوستاريكا كان عندها امل في جون واحد لحد ما تتاهل. تونس كان عندها امل في جون واحد من ماتش الدنمارك لحد ما تتاهل. ايران كان عندها امل كان الفرصه في رجليها لحد ماتش امريكا الاخير. صحيح. كل دي كانت فرص. اوروجواي كمان. الاوروجواي كمان اللي كانت بدايتها سيئه جدا في اول ماتشين كانت الفرصه بايديها. لو جابت جون واحد في ماتش غانا كمان كانت هتتاهل. فحتى الفرق اللي ما مرتش ببطوله كويسه كانت في اوقات قادره ان هي تتاهل على حساب منتخبات كبيره جدا وصلت لدور 16 ودور الثمانيه. طيب برضو محمد عايزك تقول لي اهم المنتخبات او اهم افضل المنتخبات من وجهه نظرك حتى لو لم تصعد الى دور الثمانيه. في دور المجموعات كان عاجبني جدا المنتخب الكندي بس عندهم شويه قله خبره واول يعني تجربه من فتره طويله جدا. الجيل ده مزبوط. جيل صغير بس الحقيقه انه كان منتخب بيلعب كره مفتوحه يعد لما هو قادم تيالي اللي عنده بالزبط. عندهم صحيح. في 2026 المكسيك وامريكا وكندا وكندا بالظبط. المنتخب الامريكي برضو واحد يعني من افضل النسخ لامريكا في التاريخ. يعني عندهم لعيبه عاليين جدا ديست وبوليسيتش ووايا. عندهم لا فرقه تقيله قوي وفرقه برضو هتعمل حاجه في 2026 صغيرين في السن. منتخب عجبني جدا. المنتخب المغربي طبعا يعني لا غبار على انه واحد حقيقي. يعني من افضل النسخ برضو للمنتخب المغربي وعندهم لعيبه بامكانيات عاليه قوي. والحقيقه انه الركراكي في فتره قصيره جدا قدر ان هو يجمع لعيبه مره ثانيه. زياش اللي كان على وشك انه خلاص يعتزل الدوري او اعلن ده بالفعل بسبب مشاكله مع خليليزيتش بس قدر يلم الدنيا مره ثانيه ويصعد بالفريق لدور الثمانيه. انجاز تاريخي للعرب اول فريق عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه. المنتخب الانجليزي بقاله فتره مع ساوث جيت ماشي بشكل كويس جدا. وصل سيمي فاينل كاس العالم اللي فات. وصل نهائي بطوله اليورو. وكذلك برضو في كاس العالم ده ماشي بنفس الخطه ونفس الشكل. عنده سكواد عميق جدا سكواد قوي في كل مركز فيه 2-3 لعيبه. واحد برضو من الفرق الكبيره جدا. البرازيل افضل نسخه للبرازيل من 2002 2006 يعني بعد جيل رونالدينيو ورونالدو والجيل العظيم ده. البرازيل وقعت سنوات طويله. الجيل ده للبرازيل هو فعلا الافضل. هو الافضل فعلا في البرازيل اخر 20 سنه. طيب الارجنتين بقى يا احمد ايه رايك في الارجنتين؟ يعني انا بتفق مع كلام كابتن عبد الناصر لما كان بيتكلم انه ماتش السعوديه عمل حافز كبير للارجنتين. كان داخله بلا جديه. يعني خليني اقول لك نموذج الارجنتين هو النموذج اللي سقطت فيه اسبانيا بعدين قدام المغرب
واتضح ده من تصريحات انريكي مثلا لما كان بيتكلم على عز الدين اناحي انه ما حضرش انه ما يعرفش اللعيب ده مين وانه اتفاجئ بيه في الملعب او اتفاجئ بمهاراته واتفاجئ بقدراته في حين انه لعب ال 270 دقيقه في الدور الاول. فالارجنتين سقط في فخ عدم تحضير للسعوديه، عدم فهم السعوديه. انا بشوف في النقطه دي تحديدا وما اعرفش حضراتكم تتفقوا معايا ولا لا، ان هي عقاب بالظبط، عقاب لما حدث. العقاب جه في وقتها، يعني انا كنت متخيل ان العقاب هيجي بعد مثلا في الدور قبل النهائي، في الدور النهائي ده بالنسبه لاسبانيا، بالنسبه لاسبانيا. لكن العقاب لما حدث في مباراه اليابان كان في المباراه التاليه على طول، دي وجهه نظري بالظبط. وبعدين في فرق برضو انه لما بتبقى منتخب زي اسبانيا بالنسبه لك منتخب زي المغرب، يعني انت ممكن تكون متفق مع حضرتك انه ممكن يكون تفادى وجود كرواتيا مثلا، ان هو حاول يعني يلعب على فرصه التاهل كتاني مجموعه. ولكن بغض النظر عن كده بتبقى في مشكله عند بعض المدربين انه داخل، حتى التصريحات اللي كان داخل بها انريكي البطوله يا كابتن انا ما كنت شايف انها موفقه، لما انا افضل مدرب في اخر 20 سنه وما فيش مدرب افضل مني. الدخله اللي دخلتها اسبانيا كانت يعني قويه جدا، ولكن كان فيها كتير جدا من العناد حتى في اختيار القائمه، يعني هو كانت المخاطره بسبب عدم استدعاء سيرجيو راموس، عدم استدعاء تياجو الكانتارا، عدم استدعاء اسامي كتير، انيجو مارتينيز في خط الدفاع، كل دي اسامي خبره كانت تقدر تفيدك في موقف زي ضربات الجزاء دي. يعني موقف زي ضربات الجزاء ده يقدر يفيدك مثلا البرازيل واخده داني الفيش من غير نادي بيلعب علشان حاجات مهمه جدا زي الخبره وزي السيطره على اوضه اللبس. الحاجات دي ما فقدتش اهميتها في كره القدم يا كابتن. البرتغال عندها بيبي الحاجات دي بالظبط. الحاجات دي موجوده في بيبي وموجوده في كريستيانو رونالدو مثلا في منتخب البرتغال، ايا كانت مشاكل جلوس رونالدو على الدكه ده موضوع تاني، ولكن عنصر زي بيبي وعنصر زي كريستيانو رونالدو يقدر ينقل لك ارث المنتخب. ما يبقاش القصه كلها في لعيبه ممتازه جدا، جافي وبيدري والخاندرو بالدي وموراتا وفيران توريس وداني اولمو، محتاجين الارث بتاع بس لو على الكلام اللي انت بتقوله ده، ما بوسكيتش ده على ركله الجزاء، بوسكيتش يعتبر اكبر واحد فيهم. ما هي مش كده بقى، يعني ممكن يكون بوسكيتس ليه دور اكبر، يعني اكبر من فني. احنا كنا اتكلمنا هنا يا كابتن من اسبوعين على قوه منتخب اسبانيا في نص الملعب، وازاي جافي وبيدري بيحموا بوسكيتس. ففنيا منتخب اسبانيا ما كانش ضعيف في اي وقت من اوقات البطوله، غير ممكن العشر دقائق اللي في ماتش اليابان الاخر دول، الا الله اعلم الماتش فلت بارادتهم او غصب عنهم. لا واضحه، يعني انا اقدر اقول لك ان هي مش بارادتهم. ممكن احساس ان هم فنيا ما كانوش احسن حاجه، بعيد عن مباراه كوستاريكا، لان ضربه البدايه بالنسبه لكوستاريكا حتى لو قصاد المانيا ما كانوش حلوين، والمانيا يعني عندها مشاكل كبيره جدا قصاد برضه. حتى لو فنيا مش كويسين ما يلعبوش بهذا الشكل وبهذا المستوى. ليه؟ لان طريقه لعب المنتخب الاسباني طريقه واضحه، وهي الاستحواذ الاستحواذ الاستحواذ. ان انت ما تستحوذش في 10 دقائق، لكن ال 260 دقيقه اللي قبلها بتستحوذ، وال 90 دقيقه اللي هي حتى ولا ال 120 دقيقه امام المغرب انت مستحوذ طوال المباراه. فيبقى هم ال 10 دقائق دول اللي انت فقدت فيهم، ممكن حصل فيها تهاون. انا بشوف ان هي المهم. خلينا هنكمل كلامنا، ولكن ارقام جديده تحطمت بعد اسدال الستار عن دور ال 16. تقرير، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طيب خلينا بقى نتكلم عن او دور الثمانيه، ايه اللي هيحصل في دور الثمانيه. الاول نستعرض مع حضراتكم المنتخبات التي وصلت الى دور الثمانيه. طبعا اولهم احنا بالنسبه لنا المغرب هو رقم واحد طبعا، احنا ما بنشوفش السبعه اللي باقيين الحقيقه. المغرب والبرتغال والبرازيل والارجنتين وكرواتيا وهولندا وفرنسا، هم دول الثمان منتخبات التي صعدت الى دور الثمانية. انجلترا فرنسا، انجلترا وفرنسا ده ماتش عالمي. ماتش ثم المغرب والبرتغال والهولندا والارجنتين وكرواتيا والبرازيل. دول الثمان منتخبات اللي انجلترا وفرنسا، شايف الماتش ده ازاي؟ يعني طبعا نهائي قبل الاوان. المعلومه انجلترا وفرنسا لم يتواجها ابدا في اي دور اقصائي في التاريخ في اي بطوله. فعلا على كل اليورو وكل كاس العالم اول مره يتواجهوا في اي دور اقصائي عبر التاريخ. أوكي. وده هتبقى مدعاه لاثاره ومواجهه تاريخيه كبيره جدا، وبين قوسين كده اسمها مواجهه الحلفاء على ذكر الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه. فانجلترا وفرنسا انا متخيل الاثنين من المنتخبات اللي عندها سكواد متطور عميق قادر ان هو يعني يحدث مفاجآت، عنده اساسي وبديل بالفول باور يعني في الاساسي والاحتياطي. فاعتقد مباراه خارج التوقعات تماما، يعني ممكن عنصر بسيط مثلا يحسمها، لان كميه المهارات اللي موجوده يا كابتن في الفرقتين قادر على صنع الفارق. بس انا شايف ان معركه خط النص في يعني الجانب الوحيد اللي تقدر تعانون فيه تفوق انجليزي هو ثلاثي خط النص بوجود هندرسون وديكلان رايس. لو بيلعب اثنين ايه وبيلينجهام قدامهم ولو بيلعب 4-2-4
لما بيبدا بقى بفيل فودن وهاري كين وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا، اعتقد ان هو يعني دي مناطق القوه. لكن كل ما يتعلق بالثلث الاخير في الملعب، مفيش منتخب في البطوله اعتقد غير البرازيل يقدر يواجه فرنسا. فاعتقد ان هي مواجهه تكون بين يعني مواجهه اسلحه فتاكه بين انجلترا وفرنسا، واعتقد ان هو نهائي مبكر في البطوله. طيب برضو المباريات الاخرى وهنتكلم عنها، ولكن خلينا ناخد الاكثر الاول. مين اكثر ناس جابت ماتش، جابت اهداف؟ مين اكثر ناس مررت؟ طبعا الاسبان، هنروح للاسبان على طول. لكن يعني خلينا نبدا ب يعني حتى الان تم تسجيل 148 هدف، 8 اهداف فقط، وتبقى البطوله دي الاكثر تهديفا في تاريخ كاس العالم. تفتكر ممكن يحصل؟ بتتكلم دلوقتي فاضل 7 ماتشات اعتقد، ماتشين في 4 ماتشات في ربع النهائي، وماتش ثالث ورابع، وماتش قبل النهائي، وماتش النهائي. نتكلم في 7 ماتشات، فاعتقد هيجيبوا 8 جوان. 8 جوان فقط اصل صحيح، ما الماتش ولا ممكن الماتشات كلها تخلص 0-0. تبقى مصيبه. جايين يعلموا على التاريخ. يعني يقول لك لا عايز اصل هي بيني وبينك بطوله تاريخيه في كل شيء بالظبط. فاحنا عشان كده نفسنا ان احنا نشوف ان شاء الله يعدوا يعني الموضوع. اقوى خط هجوم البرتغال 12، انجلترا 12 برضو. ما بعد السته بتاع سويسرا لازم يبقى اقوى خط هجوم البرتغال يعني حقيقي. لكن على الجانب الاخر اضعف خط هجوم المغرب. محمد، المنتخب المغربي هو اضعف خط هجوم بس هو اقوى خط دفاع. منتخب يعني مغربي لم يتلقى سوى هدف وحيد وهدف عكسي يعني. ولو لقينا في الاحصائيات الاكثر هتلاقي يا كابتن اسلام انه ياسين بونو مش ضمن اكثر الحراس تصديات. وليه؟ يقول لك ان دفاع المنتخب المغربي قادر يعمل بلوك قصاد اي هجوم. قابل منتخبات كبيره جدا، بلجيكا، كرواتيا، اسبانيا، المنتخبات دي كانت بتقف قصاد رومان سايس، قصاد دفاع المنتخب المغربي ما بيوصلوش لياسين بونو. ولكن على الناحيه الثانيه تطوير الشق الهجومي شويه يمكن المنتخب المغربي اظن ده محتاج يشتغل عليه ركراكي، لان قصاد المنتخب البرتغالي لا هو محتاج يسجل، هو محتاج يعني مش بالزبط. كل ماتش هيقدر يوصل لمرحله مصر في امم افريقيا بالزبط. تقريبا يعني هو ده نفس الشكل اللي احنا كنا ماشيين بيه، احنا كل ماتش نتعادل 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 لغايه لما وصلنا المباراه اللي زينا. ممكن تكون في اوقات تساعدك، ولكن لا، انت محتاج بقى في الادوار اللي زي كده لا محتاج تطور شويه الشكل الهجومي، وخاصه ان انت بتضم ما بين صفوفك لعيبه على مستوى الهجومي. حكيم زياش كان ليه جول حلو جدا في ماتش كندا، نصيري سجل جولين، فعندك شويه من اللعيبه اللي عندها المهارات اللي تقدر ان هي تخلص في هجوم المنتخب المغربي. لازم تروح تقول الكلام ده بقى لوليد الاجراكي، بس خلي بالك انت لو قلت الكلام ده لوليد الاجراكي تقدر تقوله؟ لا طبعا، حد يقدر يقول حاجه؟ انا بعمل حاجه. هو مدرب افريقي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه يعني، فما حدش يقدر يقول له الكلام ده، ما حدش يقدر يقول له. ده الاجراكي صاحب افضل انجاز عربي وافريقي ومغربي في تاريخ كاس العالم، الوصول لدور الثمانيه هو بيعادل بيه رقم الكاميرون 90 وغانا 2010 والسنغال 2002. والسنغال 2002 بس كلهم اجانب. ويعالم بقى والمغرب نفس بس بعدين خطى دور الثمانيه، بعدين كسر الرقم المغربي بتاع 86 بتاع المغرب. الركراكي يعني انا علشان احنا دلوقتي لازم نهتم بناس يعني على الاقل استكشاف النموذج المغربي. احنا كمان حتى كنادي اهلي احنا كان عندنا مشاكل كتيره مثلا مع مع مع, مع الجامعه المغربيه وفوز الاقجع مثلا في ملابسات ماتش الوداد، ولكن احنا ضروري نشوف الناس دي بتشتغل لمصالح المنتخب. لا ما كانش عندنا مشاكل، بالعكس الراجل انا امبارح حييته على الهواء. لا صدق لا احنا هو يستاهل. انا بقول لحضرتك ان ده يستاهل التحيه طبعا بغض النظر عما حدث. لا 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 بغض ولكن النظر. هو ازاي بيقاتل على مصالح النادي المغربي حتى لو ما كانش ناديه يعني. هو فوز الاقجع ناديه اللي بينتمي ليه في المغرب ونادي البركان مثلا. انا امبارح قلت ايه؟ ما عندوش حد يخبي جواب. بالظبط ما عندوش. هل عنده حد يخبي جواب؟ لا بالظبط صح. يعني هل دلوقتي حضرتك شفت حد في المنتخب في الجامعه المغربيه زي ما بيقول اتحاد كره القدم المغربي خد الجواب وطبقه وحطه في الدرج؟ لا طبعا ما حدش عمل كده. الناس ماشيه بتبحث عن مصالح نادي. يعني خلينا اقول يا كابتن ان سفيان مرابط، سليمه ملاح، وعز الدين قناح اللي هو خط النص حاليا اللي بشهاده كل الناس هو الافضل في البطوله، ممكن افضل ثلاثي في خط النص في البطوله، احسن لاعب وسط. الثلاثه دول جايين السنه يعني سفيان مرابط قال ممكن قديم من 2018 او 2019 في المنتخب، باقي العناصر لسه مستقدمه السنه دي. لسه السنه دي بس جايين المنتخب معاهم 8 ماتشات و9 ماتشات دوليه، فاعتقد ان في استراتيجيه واضحه بغض يعني حتى لما الاربع لعيبه اتصابوا قبل البطوله فجاب زكريا ابو خلال وانا الزروري، لعيبه لسه جايه حالا بتلعب ماتش الدولي الاول ماتش الدولي الثاني. مفيش استراتيجيه عامه ليك حتى لو كان هناك اي امور اخرى نقدر نتكلم فيها. مجرد مدرب وطني حتى الركراكي ده، حتى الركراكي عشان الطرح معلش اللي انا بسميه طرح ساذج اللي هو مجرد مدرب وطني جه لا مدرب وطني لاعب في راسينج سانتاندير الاسباني ولعب ليه تجربه طويله في فرنسا، خد الرخص بدري كل الرخص A و B خدها كلها بدري من اوروبا،
نزل افريقيا لما لعب لما درب في افريقيا خد دوري ابطال افريقيا دلوقتي ده بقى كادر مؤهل يمسك منتخب. هي يعني المساله مش مجرد هدى عشان وطني وهدى دوت عشان اجنبي، المساله ما بتمشيش بهذا. لا بس هل نقدر نقول يا محمد ان في ظل هذه الامور نقدر نقول ان خليل وزيتش له دور فيما حدث؟ لانه طبعا وليد الاكراكي اه طبعا هو اللي لم هو اللي عمل هو اللي رجع حكيم زياش هو اللي رجع فلان وعلان وترتان وجابهم وعمل البصمه الواضحه لكره القدم المغربيه. ولكن انا بشوف مع ان انا ماليش علاقه ولا اعرفه ولا بحبوش اساسا خليل وزيتش، ولكن احب ادي الحقوق لناسها لاصحابها. لا هو مدرب كبير جدا حتى مع المنتخب الياباني كمان مع المنتخب الجزائري 2014 كل كاس عالم كان بيأهل منتخب، اهل منتخب اليابان 2010 اهل منتخب الجزائر 2014 بالظبط ما بيكملش واهل المنتخب المغربي 2018 فهو مدرب عنده خبرات كبيره جدا ومدرب قادر برضه انه يصنع نجوم. هو لعلمك برضه اشرف حكيمي كان عنده مشاكل كبيره جدا في البدايه لو فكره التجنيس لا قدر ان هو يستقدمه، وحكيم زياش نفس الامر برضه قبل ما تحصل المشاكل قدر ان هو يستقدمه. في منهجيه شغاله شويه ما بين المنتخب المغربي وما بين خليل وزيتش، الموضوع ما كانش هوائي خالص بالظبط. وبعدين كمان معلش اسف على مقاطعتك، هيرفي رينار كمان يا كابتن، هيرفي رينار ده اللي يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه لما في استراتيجيه ان في مدرب زي هيرفي رينار جه ثلاث سنين خلص مدته بالفشل في كاس 2019 اللي كانت في مصر، تولى مكانه وحيد خليل وزيتش اللي كان بقاله سنه مبطل مع الجزائر وكان عنده امل يرجع الجزائر على فكره، بس نجاح جمال بالماضي ما نجح فتولى مسؤوليه منتخب المغرب. بغض النظر ان في ايادي كتيره مسكت المنتخب المغربي، فضلت استراتيجيه الجامعه المغربيه والاتحاد المغربي هي اللي حاكمه الموضوع، هي اللي حاكمه الموضوع من فوق. هو ده بالظبط. انا عادي جدا ان انا اجيب مدرب واشيل مدرب يفضل اولا قوام اساسي، يفضل شكل معين للخطه، ما ينفعش زي ما حصل مثلا في ايام الكابتن حسام البدري نقعد سنه ما نلعبش ماتشات، يقللنا في التصنيف، يعمل لنا مشاكل، ينزلنا، يخلينا في الاخر نتحط قدام منتخب السنغال ونلعب مباراتين صعبين جدا. طب وليه؟ طب ما من الاول اجراء روتين. اذا كان هناك ترتيب وتخطيط لهذا الامر كان الموضوع انتهى تماما. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم مباريات دور الثمانيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقه كل الامنيات الطيبه للمنتخب المغربي ان شاء الله. خلينا نبدا بيه احمد لان انت كنت طالب حاجات معينه تخص يا ريت. انا كنت هتكلم على التصديات بتاعت ياسين بونو. يعني فعلا الكلام بتاع كابتن عبد الناصر حبيت بس اوري انه الحقيقه كابتن عبد الناصر من الناس اللي بتتكلم كويس جدا جدا. طبعا يعني طبعًا. انا لا يعني خد باله من نقطه يعني بص حركه رجل دي الصوره دي الصوره يعني خلينا نروح ناحيه ثانيه. خلينا نقول انه حضرتك طبعا مسدد كبير في ضرباتك زي كابتن اللاعب اللي بيدخل بالذات لو مركز في زاويه هو بيطرح السؤال على الحارس. لو انا بعلق رجلي وبنيمه بلخبط الحارس. اللي ياسين بونو كان بيعمله ان بيخلي السؤال يروح عمال يتحرك. بص يا كابتن الاول رجله اللي جوه ديت شايف حضرتك الرجل الشمال جوه بس ازاي؟ بس انا عايزين نشرح للجمهور الرجل اللي بيرتكز عليها هي دي الصوره ثلاثه. ممكن نعرض الصوره واحد بس الاول؟ اعرضوا لنا الصوره واحد يا شباب واحد يا وبعدين اتنين دي ثلاثه. هي بس الارتكاز اللي بيبقى دي الصوره واحد. هو بيقف كده يا كابتن بيقف كده بيبتدي يدير العمليه بعينه في الاول. ايده لحد دلوقتي ما اتحركتش ورجله ما اتحركتش بس هو ضامن الاول خطوه الخط. اوكي اي محاوله دلوقتي من المهاجم ده سولير ده ضربه الجزاء الثانيه. اي محاوله دلوقتي من سولير ان هو يوجه ياسين بونو واقف عادي خالص. ممكن نعرض بقى الصوره اثنين. سولير هيتقدم يبتدي ياسين بونو واحده رجلي اليمين رايحه في زاويه ورجلي الشمال مرتكزه عشان يقول له انا جاهز اترمي في الاثنين. اتفضل انا جاهز اترمي في الاثنين. هيلعب برجله انا جاهز اترمي في الاثنين. هيلعب بعينه انا جاهز اترمي في الاثنين. مع سيرجيو بوسكيتس. سيرجيو بوسكيتس النوع اللي بيعلق رجله خالص. بص حضرتك واقف ازاي؟ واقف خالص مفيش بس أي... خلي بالك الكره دي او دايما خلينا نشرح للجمهور. تعالى لي يا سمير لو سمحت عشان نقوله وبعدين نرجع لدي تمام. الكوره ما ضيعتش اي ضربات جزاء كانت في تاريخك؟ انا الحمد لله ولا واحد. وفي واحده خسر بيها الاهلي كاس مصر اربعه. لكن انا بتكلم في ايه؟ انه الكوره الرجل اللي بيرتكز عليها حارس ممكن تعمل لونج شويه بس ايوه الرجل اللي بيرتكز عليها حارس المرمى. يعني لو حارس المرمى ارتكز كده يبقى هينط كده صح. ما هو ياسين بونو بيدي الحبل لو عمل كده يبقى هينط الناحيه الثانيه. الصوره اللي هو فارد الصوره اللي هو فارد يعني فاتح هات لنا الصور الثانيه. الصوره اللي هو فاتح يعني فاتح ايده ورجل للاخر خالص الرجلين عاملين كده يا كابتن. هو جاهز تماما هو مرتكز على الاثنين. يعني انا هنط يمين او شمال وجاهز هو واخد قرار انه هيجري يعني هيترمي على الكوره مثلا باستراتيجيه يعني لما كان زمان ايام زمان في الكوره قبل ما مساله الخط والسيطره على الخط دي كان الحارس بياخد الادفانس انه ايه انه بيتحرك خطوات لقدام صح هيقفل زاويه صح. ياسين بونو بياخد الخطوات دي لورا علشان يسد الزاويه بسرعه.
عشان يطير لابعد مسافه من الزاويه. فالتكنيك اللي عمله سواء بالعين او بالايد او بالرجل بيطرح السؤال على اللاعب مش صحيح. العكس احنا صحيح. على فكره بنتكلم على بابلو سرابيا نازل الدقيقه 119 يسدد ضربه الجزاء وهو ما بيضيعش. سرابيا هو واحد من افضل مسددين ضربات الجزاء في العالم. اتعامل مع ياسين بونو في اشبيليا لان هم تزاملوا في اشبيليا قبل كده. سولير ما ضيعش تقريبا ضربات جزاء من 3 او 4 سنين مع فالنسيا في الدوري الاسباني. سيرجيو بوسكيتس عنصر خبره كبير يعني حتى التلاعب بسيرجيو بوسكيتس. هو النهارده واحنا بنسمع الاخبار اهي من الاول اهي برده يعني دي واحد علشان دي واحد ماشي اثنين ده بوسكيتس او لا لسه سولير اهو بدا ياخد قرار اهو بدا ياخد قرار هيمهد له ان هو يطير في زاويه. بص الثالثه بقى شايف الثالثه حضرتك بدل ما تفهمش هو فين دلوقتي الزاويتين في ما تفهمش هو فين هو قادر يطير دلوقتي هنا وهنا فخلاص هو طرح السؤال عند المهاجم خلينا نقول ان بونو بشكل عام يا كابتن نسبه تصديات ضربات الجزاء في الدوريات الخمسه الكبرى من اكتر الحراس في العالم 26% ياه 26% تصدي ضربات الجزاء رقم كبير جدا 13 ركله جزاء من اصل 50 هو على فكره تاني حارس في التاريخ ما يدخلش فيه ضربات جزاء في دور اقصاء ضربات ترجيح في دور اقصائي في تاريخ كاس العالم أوكي. بعد حارس اوكرانيا 2006 ودي دول المرتين الوحيدتين من سنه 1982 لما بدا تطبيق ضربات الترجيح في كعنصر فارق في الادوار الاقصائيه. اوكي. فاللي عمله ياسين بونو يعني اعجاز بالمعنى الحرفي بالذات لما يكون قدام منتخب يعني اوكرانيا دي كانت بتعملها مع سويسرا تقريبا او مع اسكتلندا. لكن ده منتخب كله بيشوط ركلات جزاء يا محمد بشكل رائع جدا فبالتالي يستحق الحقيقه كل المنتخب المغربي كاملا يستحق التحيه على ما انجزه. الحقيقه زي ما محمد صلاح علم العرب والمصريين والخليجيين وكل من له صلة بكرة القدم أن طموحك تقدر تروح بيه لأبعد حد أعتقد أن المنتخب المغربي استطاع أن هو يضع هذا الأمر في نفوس كل الناس أو معظم الناس لأنه الحقيقة دلوقتي المنتخب المغربي في منطقة تانية وجزء آخر طبعا والارتقاء الكبير اللي موجود النهاردة في تصنيف الفيفا للمنتخب المغربي ده بيقول لك أنه زي ما احنا اتكلمنا أنه في استراتيجية شغالة عليها الجامعة المغربية زي ما محمد صلاح قال هي فكرة منتلي هي بس دماغك المنتاليتي بتاع دماغك ازاي ان انت تقدر ان انت تتحركها وتعرف ان انت تقدر ان انت تنافس اكبر الناس واكبر المنتخبات في العالم بس المهم ان يكون عندك استراتيجية شغال بيها وعندك علم وتقدر ان انت يعني تصبر على نفسك عشان تقدر ان انت توصل لمكانه كويسه جدا. المنتخب المغربي في 2018 كان يقدر ان هو يتجاوز دور المجموعات ولكن الامور كانت اصعب وقتها والامور كانت صعبه جدا في ظل مجموعه ايران واسبانيا والبرتغال وتعادل وقتها مع المنتخب الاسباني 2-2. النهارده بيتكرر نفس الامر مع المنتخب المغربي ولكن كان معاه التوفيق بقى قصاد المنتخب البلجيكي والفوز امام المنتخب البلجيكي ثم التالق كمان امام المنتخب الكندي قدر ان هو يعني يتصدر مجموعه فيها بلجيكا وفيها كرواتيا فرقتين واكتر كمان منتخب بلجيكا كان مرشح بالظبط مرشح ان هو يتوج باللقب صحيح. ان هو يقصي بلجيكا وانه يصعد اول في المجموعه دي ويشاء الظروف بقى ان هو بيروح يقابل اسبانيا ما بيقابلش ليبان ثاني المجموعه ده بيقابل صحيح. اسبانيا كمان واحده برده من الفرق المرشحه للتتويج بالبطوله ويفوز عليها بالاداء والشكل ده ان ما فيش كرات خطيره بتيجي على مرمى ياسين بونو باستثناء كرتين او ثلاثه في الاخر ولكن قدر ان هو يشكل خطوره كبيره جدا على مرمى سيمون والتالق الكبير في ضربات الترجيح اللي برغم ان انريكي بيتكلم قبل كاس العالم انه بيتكلم ان اللعيبه كل واحد فيهم يتدرب على 1000 ركله جزاء ولكن في النهايه 3 ركلات جزاء بيضيعهم المنتخب الاسباني امام ياسين بونو المتالق جدا. طيب على الجانب الاخر البرتغال يعني برضه حطوا لنا شباب المباريات اللي هتتلعب في دور الثمانيه علشان كرواتيا والبرازيل وهولندا والارجنتين والمغرب والبرتغال وانجلترا وفرنسا. البرتغال الحقيقة شفنا برتغال نسخة مختلفة تماما بدون كريستيانو رونالدو من بداية المباراة شفناها أفضل يا أحمد من ما سبق يعني في هذه البطولة طبعا أفضل مباراة الاعتماد على جونسالو أو جونكالو يعني على حسب البرتغالي بيقولوا ازاي وراموس أو راموش لأن البرتغالي بيقولوا راموش بس أيا كان المهاجم ده 21 سنة في بنفيكا بيلعب رابع ماتش دولي ليه وعنده أربع أهداف دولية منهم الثلاثة اللي جابهم في مرمى سويسرا. المنتخب البرتغالي عنده ميزه هترهق المغرب لو لعبت بنفس الاسلوب يا محمد. اسبانيا ان كانت بتدور الكوره كتير وبترهقك وبتفرض عليك رتم سريع واداء بدني عالي بس ما كانش عندها الا لما نزل الفارو موراتا في الشوط الثاني فعلا بدات تشوف انياب شرسه المنتخب الاسباني. لما عندك سترايكر جوه ال 18 ده معاكس تماما في البرتغال. البرتغال عندها اكتر من هداف دي المشكله اللي لازم وليد الرجراجي يعمل حسابه انه لو فعلا عمل نفس الشيء في ماتش اسبانيا هو هيكون معرض لخطوره كبيره. عندك مشكله كبيره على فكره عنده لياو. انا 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 يعني بوافقك في هذا الراي لانه انا متخيل ان البرتغال اقوى كتير
بطريقه لعب المنتخب المغربي لو لعبها امام البرتغال فالبرتغال هيبقى اقوى كتير من اسبانيا امام البرتغال. صح، هو غامر كمان الرجراجي، غامر مغامره ربنا نصفه فيها في الاخر. بس يعني دلوقتي عندك غانم سايس اتعرض لاصابه وكمل الماتش بمسكن، مرابط نفسه لعب الماتش اللي فات ومصاب، طلع من الماتش كله. سفيان مرابط متاثر جدا لان بتتكلم في 1100 تمريره تقريبا طول الماتش وانت بتجري حوالين الكوره كتير جدا. الضغط الفردي صعب جدا مع لعيبه اسبانيا، يعني شفنا الثنائي اناحي واملاح، ولما نزل الصبيري في الشوط الاول اضافي، حتى شديره المهاجم راس الحربه كان بيرجع لحد منطقه الجزاء يدافع. فالتفوق انت لما تحط البرتغال قريب جدا لمنطقه الجزاء لا هيتصرفوا هيجيبوا جوان. الدكه دلوقتي كريستيانو رونالدو، يعني هو الدكه كريستيانو فشوف الباقي عامل ازاي. في لياو وفي جونسالو راموس وفي عناصر تهديفيه ممكن تنظر. عموما كل التوفيق للمنتخب المغربي، كلنا سننتظر يوم الجمعه المباراه ولا يوم ايه؟ يوم السبت. يوم السبت المباراه كلنا هننتظر السبت الساعه 5 ان شاء الله. 120 مليون مصري هيتفرجوا على هذه معتقد، يعني الوطن العربي كله، الوطن العربي كله صحيح على رايك عايز يتفرج على هذه المباراه. كل التوفيق لمنتخبنا، للمنتخب المغربي ومنتخبنا بالفعل كلنا في ظهره ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ايضا نروح بقى لمباراه كرواتيا والبرازيل. كرواتيا والبرازيل مباراه مهمه ومباراه صعبه في نفس الوقت، ولكن المستوى اللي ظهر عليه المنتخب الكرواتي مش عارف، يعني انا مش فاهم. لا، منتخب الكرواتي كان عنده استقرار فني مع دالتش ووصوله للفاينل في 2018 في كاس العالم. أوكي. ولكن المشكله الحقيقيه اللي موجوده في المنتخب الكرواتي هو ارتفاع معدل اعمار اللاعبين. هيلحقوا بالظبط، يعني بريزيتش بتتكلم برضو فوق ال 30، بتتكلم مودريتش نفس الكلام، عندك عدد كبير جدا من بروزوفيتش نفس الكلام. معظم اللعيبه في المنتخب البرتغالي خلاص تخطوا ال 30 وال 35، فبالتالي ارتفاع معدل اعمار اللعيبه اكيد لازم الكيرف بتاع المنتخب ينزل. وبعدين ما حصلش حاله تجديد دماء في الفريق مع دالتش، وانا اظن انه كان المنتخب الكرواتي محتاج تجربه جديده مكان دالتش عشان يقدر ان هو يغير شويه في الفريق والقوام الاساسي للفريق. كمان التدرج بتاع المنتخب الكرواتي، انا تخيلت منتخب الكرواتي ممكن مع الوقت يجي ومع الوقت يتفرج على كره احسن بعد المباراه الاولى منتخب المغربي، ولكن فاجئت ان قصاد منتخب بلجيكي كانوا وحشين جدا. حتى صار المنتخب الكندي برغم فوزهم برباعيه، لان المنتخب الكندي على فكره كان يقدر ان هو يخلص المباراه دي ويفوز. ما كسبش كرواتي غير الماتش ده في البطوله كلها بالظبط، ماتش واحد بس كسبانه لحد دور التمهيد. والمنتخب الكندي تقدم في البدايه، ولولا خبرات لعيبه المنتخب الكندي القليله كان يقدر المنتخب الكندي انه يعمل حاجه قصاد المنتخب الكرواتي. تيجي بقى المنتخب اليابان ومباراه اليابان، انا كنت بشوف ان هي مباراه 50-50. المنتخب الكرواتي في بعض الاوقات استحوذ على الكوره، وبمناسبه على فكره واتفاجئت من الاحصائيه دي ان المنتخب الياباني معدل اعمار لعيبته على فكره عالي برضو زي المنتخب الكرواتي. عنده كذا لعيب بالظبط فوق السن، جاتوه كبار في السن. كبار في السن زي المنتخب الكرواتي واعلى كمان المنتخب الكرواتي، ولكن رغم كده ظهرت فوارق بدنيه واضحه جدا للعيبه المنتخب الياباني على حساب لعيبه المنتخب الكرواتي. انا في ظني ان المنتخب البرازيلي قادر انه يتخطى المباراه دي، وبعدين لعيبه البرازيل عندهم حاله موجوده فنيه وروح موجوده جوه الفرقه انا مش شفتهاش من سنين. صحيح. يعني بيعملوا تيتي انه بيرقص مع اللعيبه بعد الهدف، ان اللعيبه عايزه تهدي بيليه في ظل مرضه وايامه الاخيره في الحياه، عايزين يهدي له كاس العالم. وجود دانيال الفيش مثلا في الاول انا كنت مستغرب ليه بضم دانيال الفيش، هو قال لك لا انا جايبه عشان يقدر ان هو يسيطر على اوضه اللبس معاه ويبقى قائد للفريق وبيشركه في بعض المباريات. كمان الروح اللي موجوده انه اشرك اخر مباراه ايدرسون، وبعد كده اشرك الحارس الثالث في المباراه الاخيره وهو ضامن ان المباراه خلصانه امام كوريا الجنوبيه. فالمنتخب البرازيلي عنده روح وعنده حماس وعنده حاله كده مش موجوده ما شفتهاش في البرازيل من سنين. فانا اظن المباراه مياله شويه لمنتخب البرازيل. روي كين منتخب لاعب منتخب ايرلندا السابق، واحد من افضل اللاعبين في مانشستر يونايتد في وسط الملعب لو تفتكروه. طبعا قريت له تقرير النهارده ان هو كان بيتكلم عن ان هو عدم احترام البرازيل لخصومها، عدم احترام البرازيل لخصومها، وان شايف ان موضوع الرقص زياده عن اللزوم. يعني لو ترقص في جون اوكي، لكن في كل جون والمدرب يرقص معاك كمان دي وجهه نظره، لكن هو ما تخلي الناس تفرح. موجوده يعني من طول عمره. حتى تيتي رد قال ان هو عايز يفسد الحاله اللي احنا ما تخلي الناس تفرح وتتبسط. يعني عايز يرقص ما يرقص، لو هي دي ثقافته ما يعمل كده. نفسها كده من زمان البرازيل بتقوي نفسها بانه يعني اللاعب البرازيلي يا كابتن يعني ذهنيا صحيح. مش قوي قوي بره الملعب، فهو بالزبط. كل قوته جوه الملعب حتى ذهنيا فنيات. فهو عايز يعني يفرض عليك يفرض عليك يعني نمطه يعني حتى بيبيتو وريماريو في 94 الرقصه الشهيره طول لما كان يعني جزء طول من الثقافه او جزء من الثقافه البرازيليه. يعني بما اننا بنتكلم عن البرازيل وكرواتيا، الاقرب البرازيل طبعا طبعا بدون شك. هولندا والارجنتين مباراه معرفش، انا الارجنتين بيفكرني بارجنتين 86 مارادونا. ارجنتين مارادونا مش ارجنتين حاجه تانية.
يعني النجم الاوحد وكله بيخدم عليه، النجم الاوحد لا وهو اللي شايل على كتافه. هو ميسي بشوف ان هو شايل على كتافه. قول لي كده مين بيلعب في، على الرغم ان هو الاكثر او تاني اكثر لاعب مشيا في الملعب بناء على تقارير مش كلامي، لكن في الاخر هو اللي شايل الارجنتين طبعا. وكمان جيل 86 مثلا، يعني اللي احنا بنقول ان مارادونا كان جيل النجم الاوحد، ده اسماء بروتشاجا وفالدانو وبراون لا باتيستوتا كان جه بعد شويه، بس بروتشاجا فالدانو ريال مدريد. بروتشاجا ده يا جماعه بروتشاجا لعيب اسطوري وفالدانو لعيب اسطوري في بريمن الباك ليفت. لا كانت في لعيبه كثيره جدا. بريمن تيار بريمن كان المانيا ده في براون براون اللي جاب الجون الاخير، هو اللي جاب الجون الاخير في ماتش 3-2 بتاع المانيا 86. فلا هو كان جيل قوي مهيئ لمارادونا ان في الاخر خالص احنا هنتعب لك كل اللعيبه اللي قدامنا دي. ولكن سؤال الارجنتيني الحالي ان في فعلا فرق كواليتي كبير بين لعيبه الارجنتين ولعيبه المنتخبات الثانيه. صحيح في فرق كبير جدا. مثلا لو الباك رايت احنا بنتكلم ناهويل مولينا ومونتيين مثلا، والباك ليفت ماركوس اكونيا وتاليافيكو. اي باك رايت وباك ليفت احسن في كل المنتخبات اللي اتاهلت بما فيهم منتخب المغرب افضل من الافضل من كل دول. صحيح. فميسي مش بس بيقود الفرقه، ميسي بيتلافى عيوبها كلها. حقيقة. يعني هو يعني بياخد الفرقه ويتلافى عيوبها، لان فعلا ما فيش حتى العناصر اللي كانت زي انخيل دي ماريا جاي مش جاهز بدنيا، لو تارو مارتينيز بيضيع كور كتيره جدا. الافضل ماريا انما رودريجو دي بول ما قدمش ماتشات كتيره اصلا مع اتلتيكو مدريد، ما بيلعبش. صحيح. كتير. فمثلا عنصر جوليان الفاريز مثلا اتخلق له كده البطوله دي ان هو يساعده. ومفيش يعني المساله ما كانتش مخططه. ديبالا ما فيش بيسخنه ما بينزلوش خالص. فالحاله كلها مهيئه ان فعلا نموذج 86 يتكرر، ولكن الكوره اشرس بكتير من زمان. يعني اللي عايز اقوله لحضرتك انه الفروقات كبيره جدا. فمثلا ماتش هولندا ده في مشكله كبيره ان كواليتي خط النص بتاعه الارجنتين ما فيهاش واحد زي فرينك دي يونج. مهما كان فرينك دي يونج افضل من كل لعيبه الارجنتين اللي في النص دي. فانك يا تفرض عليه ماتش ضرب صرف، ولما تفرض ماتش ضرب صرف على هولندا ترهق وتلعب البرازيل تواجه بقى نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا. فعلى مستوى فعلى مستوى البطوله بشكل عام الارجنتين مش مبشره. الحاجة الوحيدة اللي تخلي الأرجنتين يعني حاسس ان عنده شيء مختلف هي ميسي، وده عنصر كفيل اساسا انه يحدث اي فرق. طيب مين الاقرب في الارجنتين وهولندا؟ انا شايف الارجنتين عشان ميسي. بعد كل الكلام ده انا شايف الارجنتين. بعد كل ده بعد كل بعد اللي احنا عمالين نقوله ده كله. لا ماتش استراليا، لكن المنتخب ماتش استراليا مثلا يا كابتن كانت استراليا كان ممكن كل حاجه تتغير. لا يعني 30 دقيقة استراليا كمان افضل لحد ما ميسي ضغط في واحده. يعني ما عملش حاجه، هو ضغط بس. خلص ضغط، خد الكورنر مشاها هو. ولو تشوف حضرتك اوتاميندي في الجون سلمها له عمل كده. يعني هو عمل بايده كده، اتفضل كمل انت اللي انت العب. انا كده خلصت، انا كده خلصت. فهو 1-0 دي تيجي في اي منتخب. يعني اللي جه في استراليا ده اللي بين كل الثقان دي يجي في هولندا ويجي في البرازيل ويجي في حاجه خلص. هي لحظه تجلي لميسي تفرق في مشوار اي ماتش. فاعتقد انه ممكن يحصل في هولندا قدام البرازيل. صح. المنتخب الهولندي برضو بسرعه، منتخب الهولندي منتخب كبير قوي على فكره، ورغم انه اداؤه في دور المجموعات ما كانش هو المنتظر. حتى كان فان خال بيتعرض لانتقادات كبيره جدا، ولما سئل في احد المؤتمرات الصحفيه عن اداء هولندا فقال له لو مش عارف ما تتفرجش وما تمشي وسيبوني امشي واعمل. برضه اتنرفز بسرعه يعني جدا. ولكن في اداؤه في مباراه امريكا الراجل كان عارف ان منتخب امريكا عنده سرعات كبيره جدا، ساب الاستحواذ لامريكا. لدرجه المنتخب الامريكي هتلاقي نسبه الاستحواذ في الاحصائيه المباراه اعلى بكتير جدا، وبرغم كده ما كانش فيه كرات خطيره على المرمى. صحيح. بس بيستغل فيها مثلا سرعات دومفريس واحد من احسن اللعيبه في البطوله، الباك رايت وهو بيلعب بثلاثه ورا في القلب، فبيدي حريه دايما لدومفريس. هتلاقيه دايما جناح طاير، وهتلاقي حتى في كره الجول الثالث هو زايد عند السكس يارده، بيتسحب من ورا اللعيبه. بالظبط بيتسحب من ورا اللعيبه، وصل للسكس يارده لوحده خالص حطها جول. أيوه. مع كمان وجود ديباي، رغم انه طبعا جاكب هو واحد طبعا من هدافي البطوله ورا مبابي ولاعب يعني هو ناشئ ايندهوفن دلوقتي، اوروبا كلها بتجري وراه مانشستر يونايتد. ولكن الماتش اللي فات ادى لديباي وفاجئنا انه بيبدا باثنين. فراود اصاب منتخب امريكا قدر يستغل السرعات بتاعتهم ويلعب كوره في ظهر منتخب امريكا، قدر ان هو خلاص يخطف المباراه رغم عوده امريكا. ولكن الجول الثالث بتاع دومفريس كان انهى المهمه. انا اظن ان منتخب هولندا هيكون صعب قوي على الارجنتين لكذا سبب، انه التكتيك والشغل اللي بيعمله فان خال ممكن قادر ان هو يدمر دفاع المنتخب الارجنتيني. يعني لو شفنا الجونين بتوع مباراه امريكا الكورتين بالكربون متذاكر، مذاكر الكوره، عارف ان هو بتتلعب على 18، حد جاي من ورا بيشوطها بلند واحده وديباي واحده. فمنتخب الهولندي عنده من العناصر التكتيكيه اللي قادره تنفذ. صحيح. فان خال هتتعب جدا المنتخب الارجنتيني. يعني برازيل وارجنتين، انا شايف برازيل وارجنتين في نص النهائي. هو 50-50، انا اتمنى ميسي بس انا ميال لهولندا.
برازيل وهولندا. انا ميال لهولندا برضه، مش ميال، انا شايف فنيا هولندا فنياً. تكسب بالمناسبه. لويس كان ميال لميسي طبعا. ميسي فان خال بيلعب المونديال الثالث. لويس فان خال بيلعب المونديال الثالث لم يتعرض للهزيمه في كاس العالم على الاطلاق. أوكي. بيخرج من كاس العالم دايما بركلات الترجيع على ايد خصم لاتيني برضه. البرازيل يعني هو عايز يرجع في 98 والارجنتين في 2014. عموما تعرض للخساره ابدا في المونديال. المغرب والبرتغال، احنا قلنا ان البرتغال ولا المغرب؟ يعني حاسس ان البرتغال حظوظها اكتر، بس اتمنى المغرب يعني يجد فرصه في المشروع. اصابات لعيبه المنتخب المغربي والحاله البدنيه اللي هيكونوا عليها ما اظنش ان هي تسعفهم ان هم يعدوا البرتغال، بس يعملوا مباراه كبيره ما فيش شك. يعني اتمنى البرتغال. والله يعني انا اتمنى المغرب يلاقي، كلنا نتمنى، بس فعلا فعلا هو خصم ممكن يعقدهم لو رجراج لعب بنفس الطريقه، خصم يكون معقد جدا. انجلترا وفرنسا ماتش صعب قوي. بمناسبه المنتخب الانجليزي ليه الافضليه على المنتخب الفرنسي في البطولات المباريات الرسميه. يعني انجلترا كسبت مرتين على المنتخب الفرنسي في المباريات الرسميه، وده اللي عشان كده الصحافه الانجليزيه بترجح فكره ان منتخب انجلترا قادر يفوز. ولكن اخر اظن 8 سنين او 7 سنين المنتخب الانجليزي ما فازش على منتخب فرنسا، وبالتالي دي هتبقى كسر عقده بقالها سنين. لا طبعا المنتخب الفرنسي منتخب صعب وكبير رغم النقص العدد الكبير اللي عنده، بس مبابي برضو مع جيرو الهداف التاريخي قادرين يعملوا حاجه. والناحيه الثانيه برضو لا يعني فرقه كبيره قوي. طبعا ستيرلينج بره ففودن هياخد، ودي حاجه برضو اكيد بقت الفرنسيين يعني ستيرلينج. بمناسبه ستيرلينج النهارده طلع التقرير للشرطه الانجليزيه ان ما كانش في حد في البيت ساعه السطو اللي كان متعرض ليه، وده بينسي في الروايه كلها. ممكن يعني بيطرح تساؤل في المعسكر الانجليزي. حتى ديلي ميل اتكلمت النهارده ان الاتحاد الانجليزي مش هيعتمد اي روايه قالها اللاعب، مش هيعتمد اي روايه قالها ساوث جيت بخصوص تغيبه وعودته لانجلترا الا لما يطلع تقرير الشرطه الكامل حوالين الحادث. فمشكله كبيره بتطرح في منتخب انجلترا، بس مصلحه قبل الماتش. مصلحه مصلحه اللي بيحب الانجليزي. فودن مع ساكا مع لان فودن عامل حاله تانية خالص. هو كان بيلعب ستيرلينج على طول. بالظبط. طيب يعني هناك البرازيل وهولندا الاقرب. برازيل والارجنتين بالنسبه برازيل والارجنتين. طيب البرتغال وفرنسا صعب قوي الاختيار، بس ممكن انجلترا مش عارف يعني. انا خلينا نميل للعنه فرنسا دايما بعد ما خدت 98 طلعت من الدور الاول. انا المغرب وفرنسا. المغرب وفرنسا. انا المغرب هيلاعب فرنسا. هيبقى ماتش يعني ماتش على التاريخ. المغرب وفرنسا يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لتاريخ الفرنسا يعني. يا رب تاريخ المغرب طبعا. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا للمنتخب المغربي. احنا متعودين على المنتخب المصري، لكن طبعا منتخبنا برضه المغربي لانهم يستحقوا الحقيقه هذه الوقفه، وهذه الوقفه الرائعه من كل العرب الحقيقه، وكل الافارقه هيبقوا في ظهر المنتخب المغربي. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معايا. شكرا جزيلا. شكرا يا احمد على وجودك معانا. بشكرك. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع. ان شاء الله التقي مع حضراتكم مع بدايه الاسبوع القادم يوم الاحد طبعا، وحلقه جديده من البيت الكبير.